بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده هتكون مباراه صعبه جدا 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 ومهمه جدا 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 بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني في الجوله الخامسه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ماتش مهم، ماتش صعب على الفرقتين، ولكن احنا طبعا كنادي اهلي بندور فيها على المكسب. ليها تاثير كبير جدا 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 ماتش النهارده في فرص صعود نادي الاهلي او نادي المريخ. طبعا الحسم مش النهارده، الحسم تاجل للمباراه الاخيره، ولكن بنسبه كبيره جدا انت ان شاء الله باذن الله في حاله فوز النادي الاهلي يحسم الامور بصوره كبيره جدا قبل مباراه الهلال السوداني ان شاء الله يوم 2 ابريل. قبل ما نروح الماتش النهارده اتكلم حاجه بسيطه كده بس عن موضوع الاشاعات واللي بتطول لا تطول سوى النادي الاهلي. يعني مروجي الاشاعات دولت طبعا اي حاجه عن النادي الاهلي بتشد، اي حاجه عن النادي الاهلي بتسمع، فهو عايز الناس تتفرج عليه او عايز الناس تتابعه او عايز الناس تشوف هو بيقول طالما فيها النادي الاهلي كلها كده كلها. وحاسبه لحضراتكم بعد كده يعني. يعني هو اسم الاهلي بيعلي اي حد، بيعلي برنامج، بيعلي موقع، فعلا هو ده صح وامر مؤكد. لكن لما تيجي حضرتك تقول معلومه يبقى لازم المفروض طالما بتتكلم عن النادي الاهلي تقول معلومه صحيحه، مش شائعات ورا شائعات لغرض معين لغرض معين. يعني احنا خلصنا من موضوع تجديد مستر موسيماني، دلوقتي دخلونا في حاجه تانية ان تقريبا كل يوم تقريبا بيضموا لعيب جديد للنادي الاهلي. يعني هم في الاسبوعين اللي فاتوا دول او في الاسبوع اللي فات ده جه للنادي الاهلي 20 لعيب. النادي الاهلي فوض تقريبا 50 هيجيبوا منهم 20، خلاص مصر وبره مصر. والنادي الاهلي وخلي بالكم النادي الاهلي ده اللي بيقولوه طبعا اللي ماسكين المواقع او ماسكين البرامج يقول لك عن النادي الاهلي، وصرح مصدر مسؤول وعن مصدر مسؤول، عرف منين؟ الله اعلم. يبقى النادي الاهلي وادارته اخر ناس تعلم، اخر ناس تعلم بالمفاوضات. زي موضوع مستر موسيماني قعدوا يقولوا ده جاي مدربين، ده النادي الاهلي جاب مدرب الماني، واحد من ضمن الحبايب يعني قال لك ده انا بنفسي في الحته الفلانيه النادي الاهلي جاب مدرب وقاعدين في الترابيزه رقم كذا والموضوع خلص خلاص. يعني اي كلام وخلاص، اي معلومات وخلاص، بس عشان ايه؟ عشان تشد، عشان تكذب، عشان انت بتتكلم عن النادي الاهلي. بس احنا قلنا المره اللي فاتت خلاص ملف مستر موسيماني انتهى، اكيد هيشوفوا حاجه تانية. اتكلمنا حتى الاستوديو اللي فات في كده، اكيد هيفتحوا ملفات تانية، اشاعات تانية، شويه مره مره اصابات. نتكلم بقى على موضوع الاصابه، وطبعا يعني حاجه تضحك موضوع بيرسي تاو. حصل ان بيرسي تاو من 3 ايام مواقع بعض المواقع وبعض البرامج قالت لك ان بيرسي تاو اصيب في التمرين وخرج وما كملش، وبيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. النادي الاهلي لم يعلق ولا مسؤول في النادي علق، بس التعليق كان تاني يوم بقى. صوره بيرسي تاو وهو بيتمرن مع اللعيبه في النادي الاهلي. قول لي بقى شكلك انت ايه؟ اللي قال لك عنده اصابه مزمنه، ده جاله مزق، ده اشتكى مش عارف من عضله ايه. طيب اهو الراجل تاني يوم اهو في التدريب. هو انا لو عندي مزق هعمل الحاجات ديت؟ ده في التدريب تاني يوم على فكره. يعني نسمع ونشوف حاجات وتلاقي الكلام ده مش موجود اصلا جوه النادي الاهلي. مشوا نص الفرقه، اصابات لنص الفرقه، ودوا اللعيبه انديه تانيه. يعني خلاص يعني قال لك ده رايح في الحته الفلانيه وده رايح في الحته الفلانيه وده رايح في الحته الفلانيه، ومستر موسيماني مش مقتنع بالراجل ده، ومستر موسيماني اتكلم وقال انا مش عايز ده السنه الجايه، لا الفتره اللي جايه دي مش بتاعته. طب هو لو انت معلوماتك صح سعادتك مش تقول مصدرها. طيب يعني قول مثلا انت بتقول ايه صرح مصدر في النادي الاهلي، مين المصدر ده؟ لو انت متاكد مين المصدر؟ مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي. يعني لا 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 اللعيبه تعرف ولا النادي يعرف ولا المسؤولين يعرفوا. زي ما قلت لحضراتكم زي ملف مستر موسيماني لما ودوه مشوه جابوه مدرب، ومره انجليزي ومره برتغالي ومره الماني. مروجي الشائعات دول لا هي مش قله صراحه دلوقتي، هي بقت كثره. يعني ناس كتير جدا دلوقتي بقت ايه حاطه النادي الاهلي مصدر رزقهم السوشيال ميديا بالذات، معروف غرضها، معروف غرضها.
طبعا اللعب لمصلحه الاخرين. هز استقرار النادي الاهلي حاولوا فيها بقى لهم فوق ال 50 60 سنه ولا قادرين ولا قادرين. الاقليه بقى هم اللي بيتكلموا بواقعيه، لان الواقع بيقول حاجه ومروجي الشائعات دول في حته تانيه خالص. ليه؟ عشان يبعد العين عن مشاكل الاخرين. لكن اللي شايفه متاكد منه ان لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والاداره مركزين في شغلهم، ده زي عاده النادي الاهلي على طول، ما بيبصش الشائعات، هو مركز في شغله، مركز في اللي عايز يعمله، مركز في مصلحه النادي الاهلي. كل واحد في النادي الاهلي عارف كويس قوي 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 ايه المطلوب منه، عارف تخصصه. احنا عندنا في النادي الاهلي تخصصات، مفيش حد يركب على تخصص حد، مفيش حد مسؤول عن ملف معين يروح جاي راكب على ملف تاني ويقول لك انا رايي كذا، مش موجوده خالص خالص في النادي الاهلي دي ابدا طول عمرها. وشوفوا الفرق بين، مع احترامي لجميع الانديه، شوفوا الفرق بين النادي الاهلي طول عمره وجميع الانديه، هي بس شائعات مجرد اثاره البلبله وهز استقرار النادي الاهلي. ده اللي هم جماعه اللي هم بيعملوا الشائعات ديت علشان كده بس، هز استقرار النادي الاهلي بس، وعلشان يسمع، علشان يجيب ناس، علشان حد يتكلم عليه، عشان حد يتابعه، هو ده المقصود بس. انما النادي الاهلي زي ما شفنا في موضوع ملف مستر موسيماني، لما يكون في خبر او بيان او رؤيه بتتقال من مصادر المسؤولين في النادي الاهلي، هو طول عمر النادي الاهلي كده. ما تسمعوش بقى للشائعات خالص، ما حدش يسمع للكلام اللي بيتقال في بعض البرامج، عشان هم في اقليه بتقول الحقائق، انما الغالبيه عايزه تعمل متابعه، عايزه تعمل جمهور، عايزه، ربنا يسامح السوشيال ميديا بقى اللي جننت الناس. المهم ماتش النهارده نروح له بقى، ماتش مهم جدا جدا جدا، لان مش عايز اقول لكم ان ماتش النهارده يعني احنا صعبنا في المأموريه على نفسنا. بتحصل وحصلت السنتين اللي فاتوا لو تتذكروا حضراتكم. السنتين اللي فاتوا حصل ان احنا دخلنا لاخر مباراه واحنا مش متأهلين بنسبه 100%، ودخلنا تاني في المركز التاني، ودخلنا المركز التاني وقدرنا بفضل الله وبجهود الاداره والجهاز الفني واللعيبه ومن قبلهم الجمهور، طبعا من قبلهم توفيق ربنا، طبعا فضل ربنا، ان احنا نجيب بطوله افريقيا في السنتين دول. الامر صعب، الظروف صعبه جدا، لدرجه حتى ان المسؤولين كلهم في النادي الاهلي وقياده الكابتن محمود الخطيب كانوا في تواجد مستمر في تدريبات الفريق، اخرها كان يوم الاربعاء، علشان يدعم اللعيبه ويديهم الطاقه والقوه. هي العمليه مش محتاجه، ولكن كابتن محمود الخطيب واقف جنبهم، واقف في ظهرهم، معاهم لحد اخر لحظه، ان شاء الله معاهم لحد ما اتاهل باذن الله رب العالمين لدور الثمانيه، لان الموقف صعب، موقف صعب جدا جدا جدا. وعلى فكره الاربع فرق بما فيهم صن داونز عندهم نفس الطموح ونفس الرغبات ونفس الحظوظ، يمكن افضلهم صن داونز للتاهل للدور الثاني. يعني صن داونز هو حتى الان لم يتاهل بنسبه 100%، ولكن على الاقل نقدر نقول مثلا بنسبه 95 او 99%. لكن لما نتحط احنا في مواقف صعبه، طول عمر رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه ان شاء الله ان شاء الله بتلاقيهم، ان شاء الله بتلاقيهم. هو الشعار بقى دلوقتي اخدم نفسك بنفسك، ما تعتمدش على غيرك، اخدم نفسك بنفسك. زي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب في اخر مران للفريق معاهم، يعني لما يبقى رئيس النادي جنبك كده بيحسسك ان هو وراك، برغم الظروف الصعبه اللي انت فيها، برغم ان انت مستواك نزل شويه، برغم النتائج ما كانتش على المستوى المأمول، ولكن رئيس النادي معاك في كل حته، المسؤولين معاك في كل حته، الجمهور وراك في كل حته، واحنا بندعمهم بقوه، وان شاء الله منتظرين نتائج كويسه.
لكن قبل النتائج في حاجه مهمه جدا 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 وشفناها كلنا في مثلا ماتش سان داونز اللي كان هنا. قبل النتائج عايزين توفيق من ربنا باذن الله، كل حاجه باذن الله. نتمنى التوفيق باذن الله من ربنا النهارده في المكسب، لان المكسب زي ما قلت لحضراتكم هيبقى بنسبه كبيره او بنسبه 60-70% تحسم لك بعض الامور، مش هتحسم كل الامور ولكن تحسم لك بعض الامور. شفنا الفتره اللي فاتت اصابات، يعني مثلا ربنا يكون في عون مستر موسيماني، لو تتذكروا حضراتكم الاصابات بتاعه الجنب اليمين مثلا من بدايه من اكرم توفيق، وبعدين محمد هاني لما لعبوا بقى كويس وبعدين اتصاب، وبعدين الماتش اللي فات كريم فؤاد وبعدين اتصاب، فالظروف متصعبه شويه. طبعا في حاجات قدريه ما نقدرش نتكلم فيها، ولكن الظروف متصعبه. في الظروف الصعبه ديت احنا بنلاقي رجاله النادي الاهلي، في الظروف الصعبه دي بنلاقي لعيبه النادي الاهلي، رجاله النادي الاهلي، وفي الظروف الصعبه دي دايما تلاقي جمهورنا ورانا. يعني بالرغم ان الجمهور مش راضي في بعض الفترات عن الاداء او مش راضي عن النتائج، الا انه دايما ورانا. يعني لما تيجي تشوفها في الاربع ماتشات اللي فاتوا هتلاقي لا، مش هي دي البدايه بتاعت دور المجموعات اللي احنا كنا نتمناها، ولكن حصل. وعلى فكره الفوز والهزيمه والتعادل واردين في الكوره، التوفيق وعدم التوفيق واردين في الكوره، ولكن لما بتتصعب الامور طول عمرنا في النادي الاهلي نتمنى التوفيق من ربنا طبعا في البدايه، طول عمرنا في النادي الاهلي الصعاب معانا احنا بتجيب صعاب، ولكن الحمد لله بفضل ربنا وتوفيقه بنتحدى الصعاب، بنتغلب على الصعاب. وان شاء الله باذن الله رب العالمين النادي الاهلي يعدي ماتش النهارده ويعدي، مش عايز اتكلم على ماتش الهلال اللي جاي اللي هو الهلال السوداني يوم 2 ابريل، ولكن على الاقل مركزين في ماتش النهارده، تركيز كامل في ماتش النهارده. في اخطاء الماتش اللي فات، كان في اخطاء الماتش اللي فات، ما لعبناش كويس، ما لعبناش كويس. كل مباراه ليها ظروفها، مش لازم تلعب كل مباراه كويس، وممكن تلعب بمباراه كويس. يعني مثلا ماتش سان داونز هنا في القاهره، احنا كنا افضل كتير جدا من سان داونز، ضيعنا 4-5 جوال مؤكدين بنسبه، مش ما فيش 100% طبعا، ولكن على الاقل بنسبه 95%، من هجمتين ثلاثه قدروا يجيبوا فينا جول وكسبوا الماتش. ماتش المريخ السوداني نفسه اللي هنا اتسهل علينا في البدايه، جبنا جولين اعتقد ريحنا شويه، وضع طبيعي. يعني ممكن الحته دي توصل للعيبه لما تكسب 1-2 وما تلاقيش مقاومه من الفريق الثاني، وبعدين تحس ان خلاص الماتش انت خدته. طبعا غلط، طبعا غلط، لكن الاحساس ده بيحصل للعيبه. يعني الاحساس وصل للعيبه ان الماتش خلص. طبعا قدر المريخ السوداني يرجع للمباراه من بعض الاخطاء الدفاعيه، وبقت النتيجه 2-2 لو تتذكروا حضراتكم، لحد ما في الاخر عمرو السوليه لعب كره عرضيه اصطدمت باحد المدافعين ودخلت جول وكسبنا الماتش. كسبنا الماتش بصعوبه، برغم من السيطره والاستحواذ والهيمنه كامله كانت للنادي الاهلي. من الناحيه الفنيه النادي الاهلي، يعني انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت مستعد كويس. الفتره اللي فاتت كان في وقت ما بين المباراه اللي فاتت والمباراه دي، فالجاهزيه الفنيه والجاهزيه البدنيه افضل من الفتره اللي فاتت. هتقول لي الفتره اللي فاتت اللي هو ماتش، اقول لك مثلا بالتحديد ماتش سان داونز. ماتش سان داونز انا كنت اتمنى قبلها، بس هو خلاص حصلت، خلاص ولعبنا وكسبنا بيراميدز. انا كنت اتمنى ان احنا ما نلعبش ماتش بيراميدز، لان كانت ضغوط جامده جدا، كان في قبلها بيومين ماتش وبعدين ماتش بيراميدز، وتاني يوم من النادي الاهلي رايح جنوب افريقيا حتى لو بطياره خاصه، انت بتتكلم على تطلع من الماتش تروح المطار، ماتش بيراميدز تروح المطار وبعدين تخلص اجراءات وبعدين تركب الطياره تقعد لك 8-9 ساعات او 10 ساعات وبعدين تروح هناك وتخلص. انت بتتكلم على يوم بعد المباراه اللي هو كان المفروض تقضيه في استشفى، لا انت بتعمل مجهود زياده كمان. وانا اعتقد ان اجهاد او ماتش بيراميدز كان ليه عامل كبير جدا 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 في اللي حصل في ماتش سان داون. نتمنى من المسؤولين، نتمنى من المسؤولين مراعاه الحاجات دي للنادي الاهلي. النادي الاهلي لما يجي يمثل النادي الاهلي، طبعا بيمثل النادي الاهلي، بيمثل نفسه، ولكن هو بيمثل مصر. مش عيب النادي الاهلي ان هو اللي بيلعب في كل البطولات،
سواء محليا زي بقية الفرق، افريقيا زي بعض الفرق، وعالميا هو لوحده. انت كمان لازم تراعيني، انت كمان لازم تراعيني، ولازم يعني في حاجات بالعقل كده، في حاجات بالعقل. انا عندي ماتش من يومين، تلعبني ماتش تاني بعديها بيومين وماتش قوي، وبعدين عارف ان انا بعد 3 ايام عندي ماتش تاني وفي جنوب افريقيا، بغض النظر الماتش الحمد لله احنا كسبنا، حتى لا قدر الله لو كنا خسرنا كنت هقول نفس الكلام. واحنا قلنا قبل الماتش بيراميدز نفس الكلام دوت، وكان عندنا اعتقاد كبير جدا 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 ان المسؤولين هيراعوا حته الاجهاد وحته النادي الاهلي رايح بعد الماتش جنوب افريقيا علشان يلعب بره ارضه بعديها بيومين ولا بعديها بثلاث ايام، ولكن المسؤولين ما بيراعوش ليه انا مش عارف. المهم نادي الاهلي ان شاء الله نتمنى باذن الله ماتش النهارده يصحح الاوضاع. يعني احنا كجماهير النادي الاهلي نتمنى النهارده ان احنا زي ما بنقول كده نخدم نفسنا بنفسنا، مش هنستنى بقى وهنقول طب اصل صن داونز لو كسب الهلال واحنا النهارده لا قدر الله لو حصل حاجه تعادل ولا حاجه، طب الماتش الهلال لما يجي الاسبوع الجاي نكسب ان شاء الله نعاد. لا لا، مفيش حاجه في الكوره مضمونه على فكره. في الحسابات، في الحسابات الهلال والمريخ كمان عندهم امل. يعني الهلال والمريخ لو كسبوا الماتشين الجايين بكسبوا كمان صن داونز، لو كسبوا يتأهلوا، ولو لا قدر الله كسبوك هنا لا قدر الله يتأهلوا. مفيش حد ضمن التأهل خالص بنسبة 100% دلوقتي حتى صن داونز، ولكن بإذن الله رب العالمين نبتدي من ماتش النهارده كلنا ورا فرقتنا. زعلانين؟ اه زعلانين، معلش عادي، بس لازم ندعم الفرقة، لازم في الصعوبات نبقى ورا فرقتنا، لأن حصلت قبل كده كتير جدا جدا جدا، وياما النادي الأهلي واجه صعوبات وبفضل الله تغلب على كل الصعوبات. إن شاء الله النهارده، إن شاء الله، يعني أنا بقدم المشيئة، عشان في ناس تقعد تقول لي أنت بتتكلم عن النادي الأهلي قبل الماتش وبتقعد تقول النادي الأهلي مش عارف هيعمل كذا والنادي الأهلي هيعمل. أنا بتكلم على حقائق، بتكلم على أرقام، هو مش ذنب النادي الأهلي، أنا مش جايب الحاجات دي من بيتنا. هو النادي الاهلي لو قعدت اتكلم عليه من هنا للسنه الجايه مش هوفي حقه ولا بالارقام ولا بالقيم ولا بالمبادئ ولا باي حاجه خالص. هو ده النادي الاهلي. ان شاء الله نكسب النهارده ونقترب شويه بقى من دور الثمانيه. مش هنحسم الامور، يعني مش هنحسم الامور برضه، ولكن مكسب النهارده يديك اريحيه شويه لحد ما بكره نشوف ماتش الهلال وصن داونز هيعملوا ايه. يعني حتى لو اي نتيجه، خلي بالك اي نتيجه هتحصل لماتش الهلال وصن داونز، برضه الهلال هيجي لك يوم 2 ابريل، وده هيبقى اول يوم في رمضان، كل سنه وحضراتكم بخير. هيجي لك هنا وهو قافش فيك او ماسك فيك، هو ده انت الامل الاخير، الامل الاخير ليه. النهارده المريخ جاي، فاكرين ان المريخ مثلا بعد ما خسر من الهلال الماتش اللي فات ان هو لا، ده اموره اتصعبت. ده هو النهارده هتشوف المريخ شراسه يعني فوق الوصف، خلاص ده الامل الاخير. اه لسه عنده امل في المباراه الاخيره، ولكن ماتش النهارده يحسم كتير من الامور سواء للنادي الاهلي او نادي المريخ. يمكن في تساؤلات بقى، يعني احنا بنتكلم عن الوضع بتاعنا الصعب، ولكن الناس بتقعد تسال بقى طيب هو مستر موسيماني هيعدل الطريقه النهارده؟ يعني هل النهارده مستر موسيماني من لعب مره 3 4 3 وبعدين 4 3 3 النهارده طيب على ارضنا وعايزين نكسب ومباراه حاسمه وفاصله زي ديت هيعمل ايه مستر موسيماني النهارده؟ هيلعب 4 2 3 1؟ طب هيلعب باثنين في نص الملعب ولا هيلعب بثلاثه وهيعمل زي الماتش اللي فات هيجنح قفشه ناحيه الطرف اليمين او الطرف الشمال؟ يعني برضو الناس، يعني الناس بقت كمان هي دلوقتي بتقعد تتخيل وترسم الموقف وتحلل وتقول احنا النهارده لازم نلعب بكذا. وجهه نظري المتواضعه جدا 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 ان انا بفضل دايما ان النادي الاهلي هو اللي يكون ليه الكلمه العليا، هو اللي الكلمه العليا. يعني مستر موسيماني اكيد يعرف قدر وقيمه النادي الاهلي كويس قوي. يعني النادي الاهلي ليه طريقه وليه اسلوب
بيلعب بيهم على طول. نادي الاهلي دايما من بدايه المباراه هو اللي بيفرض اسلوبه. نادي الاهلي من بدايه المباراه هو اللي بيكون الفعل مش رد الفعل. هو ده النادي الاهلي، وهو دايما النادي الاهلي لعبته وجمهوره بيحبوا يلعبوا الاسلوب ده. نتمنى النهارده ان شاء الله ان شاء الله في المباراه اللي جايه كمان باذن الله ان مستر موسيماني يبدا من اول مباراه بالضغط وبالاسلوب والطريقه اللي ان شاء الله تحقق للنادي الاهلي الفوز بتوفيق ربنا ومجهود اللعيبه في الملعب ومن قبلهم جمهورنا الكبير جمهورنا العظيم. خلصت كل حاجه، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن ماهر همام، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.
اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنت بتكلم قبل الفاصل على صعوبه مباراه اليوم وعلى مريخ والهلال السوداني وصعوبه الموقف، والنهارده زي ما بقول لحضراتكم باذن الله باذن الله الفوز للنادي الاهلي، ولكن مش هيحسم الامور بنسبه 100%، ولكن على الاقل انت بتحسم الامور بنسبه 60 70% ان شاء الله لحد ماتش الهلال السوداني اللي هنتكلم عنه كمان، لان الماتش الهلال السوداني ده جاي يوم 2 ابريل اللي هو بعد ماتش السنغال تقريبا بيومين او 3 ايام. هنروح لتقرير المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى ونستقبل ضيوفنا الكبار. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن ماهر همام نجم مصر الكبير. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا كابتن، ربنا يبارك وحشني كتير والله. حبيبي ربنا الله يخليك كابتن، الله يخليك كابتننا كابتن علاء ميهوب الموهوب. نورنا كابتن، ازيك؟ الله يخليك. كابتن مصر كابتن اسامة عرب، نورنا كابتن اسامة. اهلا وسهلا بيك كابتن بلال. الحمد لله على السلامه كابتن بلال. اهلا وسهلا بيك كابتن. ليه الحمد لله على السلامه؟ ليه بقاله ساعه في السكه كابتن جاي ماشي جاي بعيد اهو. كنت بلعب تنس يا كابتن. طيب تعالوا قبل ما نبدا في كلامنا نروح نشوف زميلنا العزيز محمد توفيق ونشوف اخر الاخبار ايه قبل ان شاء الله انطلاق المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد مباراه الاهلي والمريخ السوداني في اطار مباراه الجوله الخامسه من مباراه المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا. طبعا مباراه مهمه جدا زي ما حضرتك ذكرت في البدايه، يعني اهميتها تاتي في انها خطوه من خطوتين متبقيتين ان شاء الله للصعود لدور الثمانيه، وان شاء الله حفاظ النادي الاهلي على لقبه المفضل، ويعني السعي نحو زي ما بنقول النجمه ال11 في تاريخ النادي الاهلي. كابتن ايمن خلينا نكلمك على استعداد النادي الاهلي للمباراه. يمكن طبعا حاله من الاجهاد كبيره جدا شهدها الفريق خاصه بعد الرجوع من جنوب افريقيا يوم الاحد الماضي. يمكن الجهاز الفني فضل اراحه اللاعبين لمده يومين، يمكن بس العوده للتدريبات كانت يوم الثلاث بتدريب استشفائي خفيف، وبعد كده كان التدريب الاساسي للفريق كان يوم الاربع. كان شهد يعني مشاركه جميع اللاعبين في التدريبات، كمان كان ابرز سمه في مران يوم الاربع للمران الرئيسي للفريق كان زياره كابتن محمود الخطيب اللي كان ليها يعني زي ما بيقول عظيم الاثر على اللاعبين، شد من اجل اللاعبين حفزهم. يعني الكلام اللي كابتن محمود الخطيب اتكلموا مع الفريق ان فاضل خطوتين ان شاء الله نكون موجودين في دور الثمانيه، احنا بنثق فيكم، وكل جماهير النادي الاهلي كلها ثقه في لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ان هم عند الموعد بخبراتهم بحماسهم بروحهم العاليه بادائهم الاكثر من رائع على مدار الفتره الماضيه ان شاء الله قادرين على تحقيق الفوز في المباراتين سواء المريخ النهارده او ان شاء الله المباراه المقبله امام الهلال. ان شاء الله كل التوفيق مع النادي الاهلي، ويكون يعني كل اللي عمله الجهاز الفني الفتره اللي فاتت من شغل وتكتيك في التدريبات يكون النهارده ان شاء الله ظاهر في الملعب. يمكن الفريق اختتم استعداداته بالامس في مران اخير كان في الثالثه عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيره، من بعده كان الفريق دخل في معسكر مغلق هنا في فندق الاقامه اللي موجود مع حضرتك منه دلوقتي كابتن ايمن. يمكن برنامج الفريق النهارده ابتدى مبكرا في التاسعه صباحا والافطار، وكان يعني الجهاز الفني مد حريه للاعبين لحتى العاشره والنصف لتناول وجبه الافطار، من بعدها كان صلاه الجمعه هنا في فندق الاقامه، و يعني كل اللاعبين والجهاز الفني كانوا موجودين فيها. يمكن كمان بعد كده كان في وجبه الغذاء في الثانيه والنصف، والمحاضره الفنيه ولاخر الرتوش او يعني الكلام الفني الاخير للمباراه اليوم ان شاء الله كان في الثالثه والنصف. بكلم حضرتك دلوقتي يمكن في هذه اللحظات الفريق بيستعد ان شاء الله للتحرك نحو ملعب الاهلي والسلام لانطلاق المباراه ان شاء الله في تمام الساعه السادسه. كان كمان بالامس كابتن ايمن كان الاجتماع الفني للمباراه، يمكن نادي الاهلي النهارده ان شاء الله هيشارك في المباراه بالزي الاسود الكامل، طبعا لان زي ما حضرتك عارف النهارده المباراه هي مباراه المريخ السوداني، يعني المباراه على ملعب الاهلي والسلام ملعب النادي الاهلي، ولكن طبعا في ظل البادره الطيبه للنادي الاهلي عملها مع الاشقاء في المريخ السوداني واستضافه جميع مباريات الفريق خلال دوري المجموعات. المباراه اليوم هي مباراه المريخ، فالمريخ هيكون بيرتدي الزي التقليدي الاحمر بالكامل، والنادي الاهلي هيرتدي الزي الاحتياطي اسود بالكامل. كمان يمكن زي ما قلت لحضرتك النهارده الاجواء اكثر من رائعه في الفندق الاقامه خاصه في وقت الصلاه ومشاركه اللاعبين كلهم. الجهاز الفني يمكن نتكلم مع اللاعبين في جلسات مطوله ما بين اعضاء الجهاز الفني وبعضهم البعض، وكمان ما بين اللاعبين وبعضهم البعض بيتكلموا كمان زي ما قال مستر موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه وايمن اشرف ان احنا فاضلنا خطوتين ان شاء الله للوصول لدور الثمانيه. لاعبي النادي الاهلي بقدراتهم الفنيه وقدراتهم البدنيه كمان بخبراتهم قادرين على الصعود وتخطي هذه المرحله الصعبه من دوري الابطال.
لا يتبقى سوى ان شاء الله توفيق ان ربنا ان شاء الله معانا النهارده في الملعب لاداء مباراه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره، وكمان تحقيق 3 نقاط ويعني ونقترب خطوه ان شاء الله من الصعود. كمان بنتمنى كابتن ايمن كل العوامل المحيطه بالمباراه، يمكن الجو النهارده في القاهره اكثر من رائع، ان شاء الله يكون مستمر معانا حتى كمان يعني بدايه المباراه على 6 مساء. كمان نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم النهارده اللي الطاقم يعني سنغالي بالكامل بقياده مجيد نضاي وبيعاونوا الحاج مليك والمساعد الثاني نوح بنجوره والحكم الرابع عيسى سي. كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبيه، وان شاء الله يقدم مباراه كبيره تليق باسم النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط ان شاء الله والاقتراب خطوه كبيره جدا من دور الثمانيه والحفاظ على النجم ال11. كلمه ليك كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن ماهر، يمكن مباراه من الاهلي في اصعب فترات الفتره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم على المباراه ايمن، عايز اقول ان الموقف كابتن محمود الخطيب في حته الجانب النفسي ده موضوع مهم جدا، لان انت عارف بعد الاخفاقات اللي حصلت لفرقه الكوره كان مفروض ان يبقى في مسانده بشكل كبير جدا، فمسانده مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب، وهو يمكن كان اول واحد موجود في الملعب بعد الراحه اللي خدوها اليومين، هو اول واحد راح طبعا واتكلم مع اللعيبه في الجزئيه دي بالذات، شال عليهم عبء كبير جدا ايمن. يعني انت مهم جدا يبقى في قائد زي كابتن محمود الخطيب باسمه وتاريخه، ان هو لما يروح للعيبه ويشيل العبء النفسي اللي وقع عليهم ده مهم جدا طبعا. العبء النفسي ده لما اتكلم معاهم قال لهم ان انا يعني في جيلي وتاريخي حصل المواقف دي، ما حدش هيكسب على طول، ما حدش هيتعدى على طول، ما حدش هيخسر على طول، لكن كانت مبادره منه ذكيه جدا، خلت اللعيبه في ارتاحيه، خلت اللعيبه ترجع تاني للامل اللي موجود، وده قيمه نادي البطولات، قيمه نادي القرن، انك انت عندك مسؤولين واعيين بشكل كبير، والمسانده اللي هو بيعملها مع فرقه الكوره من يوم ما تولى رئاسه النادي في الدوره اللي قبل كده والدوره دي واضح قوي مأثر بشكل كبير جدا على اللعيبه، لان مين اللي بيتكلم معاهم؟ يعني نجم مصر ونجم افريقيا. فانا شايف ان الكلام ده انعكس كمان على مستر موسيماني. مستر موسيماني يمكن اتكلم مع اللعيبه في الجانب ده الجانب النفسي، وقال لهم يعني انتوا اخفقوا، انا كمدرب ده دوري ان انا اصلح هذه الاخطاء. بس في حاجه كابتن احنا كنا متعودين عليها زمان طول عمرنا في النادي الاهلي، يعني ان برضو اللعيبه بيكون ليها دور، اكيد دور مع بعض عشان يعدوا المرحله دي، اكيد يعني فاكر زمان حضرتك بالظبط بالظبط انتوا بتلمونا واحنا صغيرين ونقول يا جماعه احنا في موقف صعب، احنا لازم نعمل كذا، احنا النادي الاهلي، احنا لازم نعدي المرحله الصعبه دي، لازم يكون في دور للاعيبه بالظبط. ما هي يعني تسلسل يا ايمن من رأسه النادي وبعدين الجهاز الفني ثم اللاعبين. زي ما انت ذكرت كده، احنا كان زمان كانوا يمكن اسامه حاضر الكلام دوت وعلاء، وانت حته الستة الكبار دول كانوا كباتن الفرقه، منهم كان موجود الكابتن مصطفى يونس، حسن حمدي، كابتن صفوت الله يرحمه، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، وكل واحد من الكباتن دول بيبقى ليه دور فعلا انه يلم الفرقه، يلم الشمل. صحيح. ودي ميزه احنا متورثينها من زمان. النهارده بردك عندك ما شاء الله، يعني عندك الشناوي من ضمن القيادات اللي بتلم الفرقه بشكل كبير جدا، عندك يمكن الشناوي اكتر واحد، سلية علي معلول، وليد يعني موجود، فاربع لعيبه بردك بنعتبرهم من اللعيبه الكبار اللي فعلا عندهم خبرات يقدروا يلموا اللعيبه بشكل كبير جدا. صحيح. وده سمه الفرقه الكبيره، يعني انت ممكن تخفق مباراه، ممكن تخفق مباراتين، لكن الاهم اللي جاي. فانت النهارده بتتكلم على مباراه المريخ، انا شايف النهارده ان شاء الله باذن الله واضح قوي ان في تركيز من المنظومه ككل، حتى جماهير النادي الاهلي عندها ثقه بشكل كبير، حتى احنا في الاستوديو التحليلي عندنا ثقه كبيره جدا النهارده ان شاء الله، اولادنا هيفرحونا وهنكسب الـ3 نقاط باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء، زي ما قال الكابتن ماهر، يمكن مواجهه حاسمه ولا بديل فيها عن الفوز. انا شايف ان هي على ورق مباراه سهله جدا للفروقات الكبيره قوي اللي بين الاهلي والمريخ، كويس جماعيا وفرديا ومهريا ولاعيبتك وكل حاجه، لكن على الورق، على الورق، على الورق، ما انا هقول لك الكلام ده طبعا على الورق، لكن اللي بيفرق بقى الملعب، 90 دقيقه اللي موجودين في الملعب. مظبوط. شكلك يبان في الملعب، الفروقات انا بتكلم عليها على الورق دي تطبق في الملعب، هتطبقها في الملعب المباراه هتبقى سهله، هتبقى مباراه كويسه. ان شاء الله ربنا يكرمك وتكسب، المكسب والخساره بتاعتنا، لكن كويس. اللي انا متاكد منه انك انت الكلام اللي اتقال ده طبق في الملعب، الفروقات دي تبان، الموضوع هيبقى اسهل من السهوله نفسها. حلو، خليني اكلمك على حته اسهل من السهوله دي. اتفضل.
البدايه بتاعت ماتش المريخ السوداني هنا وتفوقك عليهم بهدفين لدرجه ان احنا خلاص كلنا قلنا ايه يعني مستنيين بقى الثالث والرابع مفيش بدايه احسن من كده طبعا. ولكن فوجئنا بان الاحوال تبدلت. نادي الاهلي هدي، المريخ دخل في المباراه وعايز اقول لك حاجه، هو دخل في اجواء المباراه ولكن حتى الفرص اللي كانت على المرمى كانت قليله جدا. يعني هو من ثلاث اربع فرص جاب هدفين. طيب دخل يعني تاني اجواء المباراه. اجواء المبص هاي مع كل مباراه بتاخد منها الجانب الايجابي والجانب السلبي. كويس. الجانب السلبي اللي حصل في مباراه المريخ ما اعتقدش اتكرر النهارده. المباراه بتاعها بتحسم ب 90 دقيقه مش بتلت ساعه ومش ب 2-0 والكلام ده. هي مش بتحسم بنتيجه 2-0 حكم يصفر، لا حكم بيصفر بعد 90 دقيقه. 2-0 وحصل مش عايز اقول تراخي اكتر ما اقول هدوء وتوفيق لفرقه المريخ. يعني اربع هجمات بيجيب في الجونين هو كان موفق جدا 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 يعني لحكمه كده ربنا اللي يعلمها. كويس. انت النهارده لا اللي حصل مباراه المريخ الاولى لا انا هدور على الهدف والثاني والثالث واعمل اكبر نسبه اهداف تحت بند معين جدا. تركيزي ما يقلش خالص. طب خلينا اتكلم بصراحه معاك، هل بنفتقد في بعض فترات المباراه الشراسه الدفاعيه والشراسه الهجوميه؟ اه طبعا، وده اللي بيطمع الفريق فيه. مش بيطمع، بتديله ارتياحيه في اللعب. انما انت شراستك في الهجوم وخصوصا في الدفاع تبقى شرس جدا في الدفاع، الفرص هتقل، مش هتلاقي صحيح. مش هيلاقي مساحات يلعب فيها، مش هيلاقي وقت يلعب يستلم فيه الكوره. انت بص دايما انا دايما بقول كلمه هنا، دايما انت اللي بتدي الفريق منافس ان هو يبقى كويس. انت أي. انت مش حد تاني، انت بزبط. عشان بيحصل تراخي، بيحصل هدوء، بيحصل اطمنيت شويه، حته الشراسه بنتكلم عليها دي بتقل شويه، هو ده. لكن الفرق الكبيره معروفه شرس جدا دفاعيا، شراسه هجوميه من اول ما الحكم بيصفر عشان مهما كانت نتيجه المباراه خالص. هو ده. بص يا ايمن، اكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه ليه لا؟ ما هو مظبوط. ليه لا؟ انا دام قادر ليه لا؟ ما هو في الاخر النتيجه هتقال مثلا الاهلي كسب النادي الفلاني كذا، مكتوب لك انت صح. احسن ما يقول مثلا ده كسب 2-1 بالعافيه. بالعافيه دي انت اللي عاملها، لكن بدايه كويسه، شراسه هجوميه من اول ما الحكم يصفر، هدوء في الملعب، وتحاول تنفذ الكلام اللي قاله موسيماني. اعتقد الامور تبقى سهله. ما بقولش سهله ان انا هكسب وانا قاعد على الكرسي، لا طبعا بشغل وتعب، لكن بنظام، بشكلك، بشخصيتك كنادي اهلي، بشراستك الهجوميه من اول مباراه، بهدوءك، ان ازاي الكوره دايما الكوره معاك انت، انت اللي دايما بتبدا كل حاجه. انت الفاعل، انت الفاعل. اخطائك تقل على قد ما اقدر في التمرير، هو ده اللي بيدي دايما المنافس الفرصه. صحيح. كابتن اسامه، يمكن مباراه زي ما قالوا الكباتن شعارها اخدم نفسك بنفسك. طبعا لا تعتمد بقى على نتائج الغير، لان احنا مش هنقعد نستنى لحد اخر مباراه والمريخ النهارده هيعمل ايه قدام سان داونز، والهلال عمل ايه الماتش اللي فات قدام سان داونز، طب سان داونز هيخدمنا ولا مش هيخدمنا. فماتش النهارده زي ما قالوا الكباتن لازم باذن الله رب العالمين النادي الاهلي يفوز ويسعى ان شاء الله المباراه القادمه كمان للفوز علشان الوصول لدور الثمانيه. مظبوط زي ما انت قلت، يعني اخدم نفسك بنفسك. الماتشين عندك في ملعبك، بداية مش هنتكلم على المريخ، نتكلم على قصدي الهلال، نتكلم على المريخ اللي هو الواقع النهارده 90 دقيقة النهارده. الموضوع في ايدك انت، الموقف كموقف صعب طبيعي، لانك انت والهلال والمريخ عندكم اربع نقط وانت التلاتة عندكم فرص للصعود، فالموقف صعب. لكن امكانيات لعيبة الاهلي وخبرات لعيبة الاهلي وبتلعب في ملعبك، كل الامور دي في صالحك انت لما بتكون في الحاله الطبيعيه بتاعتك. اديني يعني احساسك، اديني احساسك لما بتتازم الموقف علينا. يعني اكيد العكس، كلنا شفنا، كلنا مرينا بالحاجات دي. انا الماتش اللي علاء مايوب جاب فيه الجون في اخر ثانيه وخدنا البطوله بعد كده، اللي هو افريكا سبورت، مغلوبين اللي بتلعب بالعرض، كنا مغلوبين وانا اللي رميت الاوت زي ما حضرتك قلت. ايوه اوت تكتيكي. المهم انا ما كنتش شايفك اصلا، انا بلعب الكوره بالعرض وفي دوست 20-1. يعني ده من اصعب المواقف اللي مرت علينا في افريقيا. مغلوبين هناك 2-0 والماتش هنا قدام 70 ولا 80,000 متفرج. صح. وفرقه كانت هايله وكسبانين 1-0 وبنكافح لغايه اخر ثانيه والحكم خلاص هيصفر، علاء قدر يجيب جون يعني تاريخي صحيح. اتعادلنا بيه ثم سكرنا بضربات الجزاء
وبعد كده كسبنا البطولة أعتقد كان النهائي مع الهلال السوداني باين. اللي هو 87 كان 87. لا لا كنا عدينا 87. طيب. لا لا هي دي ما هي دي بطولة 87. هي دي البطولة بتاع 87. ومين جاب اللي هو أنت. طب خلاص. ماتشات ومين اللي عمل فاقصد المواقف دي احنا مرينا عليها كتير جدا. انا بس تذكرت الموقف ده لكن في مواقف كتير مشابهه. والبطولات اللي فاتت في بطوله فيهم البطولتين الاخرين طلعنا برده تاني في المجموعه والموقف كان متازم اللي هو ماتش الهلال السوداني هناك اللي تعادلنا فيه ووصلنا في فبرضو نفس الموضوع بالعكس دي بتدي لك كل ما الامور بتصعب بتدي لك تركيز اكتر احساس بالمسؤوليه اكتر واحساس بالمسؤوليه اكتر اصرار ودوافع اكتر كل الكلام ده بيبقى موجود يعني غير ما بتكون انت واصل بسهوله شويه او هتوصل بسهوله شويه. خليني اسالك سؤال هو هل الدوافع ممكن تقل عند لاعب النادي الاهلي؟ لا هو اللي ممكن يقللها التعب لكن مش الجواز لكن انا متاكد ان كل اللعيبه نفسها طبعا ان هي تعدي النهارده وماتش الهلال لانه خلي بالك الجيل ده خد بطولتين بطولتين ابطال دوري ورا بعض احنا الحمد لله جيلنا خد ثلاث كؤوس ورا بعض واحتفظنا بيه للابد اللي هم 84 و85 و86 وما اتكررتش ثاني في تاريخ النادي لا ابطال الكؤوس او الكونفدراليه او الدوري. السنه دي انت عندك الفرصه التاريخيه انك تبقى واخد ثلاث بطولات ابطال دوري صحيح. متتاليه فهي هتتحفر للجيل ده فما فيش شك ان الدوافع هتبقى عندهم عاليه ولكن زي ما كابتن ماهر وعلاء قالوا انه حاله بقى اللعيبه وقت واثناء المباراه النهارده هو ده الحاسم في الموضوع بجانب التوفيق طبعا طبعا بجانب التوفيق فان شاء الله انا متفائل وامكانياتنا المفروض اعلى بكتير وان شاء الله المكسب يكون في صالحنا باذن الله رب العالمين. كابتن بلال زي ما قال الكابتن اللقاء هام وقوي جدا والفرقتين عندهم نفس الحظوظ وعندهم نفس الرغبات ونفس الطموح ولكن نتمنى حمراء ان شاء الله. اكيد باذن الله ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي النهارده يكسب وهو الاهلي افضل يعني لو احنا هنتكلم من حيث اللعيبه والامكانيات والقدرات والطموح والتاريخ كل الحاجات دي بتصب في مصلحه النادي الاهلي. النادي الاهلي اكثر تتويج، النادي الاهلي بطولتين متتاليين ورا بعض، القيمه التسويقيه بتاعه النادي الاهلي اكبر بكتير جدا والعامل المهم والاساسي بالنسبه لك انك بتلعب في مصر وفي الاجواء المصريه وكمان في الجو المعتدل بتاع مصر يعني ما عندكش ازمه في حته ان انت بتلعب بره مصر والملعب سيء والجو حر والرطوبه عاليه. يعني احنا من برضو من الحظ الجيد ان احنا بنلعب هنا المباراه دي لان دي بالنسبه لي هي مباراه الصعود. يعني انت مش هتنتظر تروح لمباراه الهلال يعني تبقى الامور صعبه جدا خاصه لو الهلال كسب صن داونز على ملعبه في الماتش بتاع بكره. ماتش مهم جدا طبعا للنادي الاهلي محتاج الماتش ده ان كل اللعيبه تكون في حالتها يعني مهم جدا. حتى كمان المدير الفني محتاج يبقى في حالته، تغييرات تبقى في التوقيت المظبوط، طريقه اللعب، المهام اللي بيديها للعيبه، يبقى ذهنه حاضر طول ال محتاجه تركيز عالي جدا. طبعا طبعا محتاجه تركيز كبير جدا من المدير الفني، الجهاز بشكل عام يعني، ومن اللعيبه داخل الملعب. اللعيبه النهارده ممكن يكون في حاله من عايز اقول من القلق شويه، انت دايما بتدخل مباراه الفصل يبقى عندك حاله من القلق او حاله من التوتر بعض الشيء، بتروح وانت اثناء الجيم بعد اول 10 دقائق ربع ساعه الحاله دي اعتقد ان هي بتروح يعني كلنا مرينا بالحالات الصعبه دي لكن بتروح الحاله دي. لعيبه الاهلي مطلوب منها النهارده التركيز طول 90 دقيقه. صح. المباراه اللي فاتت زي ما اتكلموا الكباتن 2-0 2-2 انت بتكسب 3-2 خلاص يعني ممكن في اي وقت من الاوقات تيجي لك فرصه المكسب. صح. ممكن لا قدر على فكره تبقى مغلوب 1-0 بدايه الماتش. التحولات تبقى موجوده في اي وقت وارد جدا. مزبوط. المهم انك تفضل طول ال 90 دقيقه محافظ على تركيزك. صحيح. يفضل عندك الهدف، المفروض ان الهدف ما يروحش او ما يضاعش اثناء الجيم حتى لو لا قدر الله مغلوب، حتى لو لا قدر الله متعادل، حتى لو الوقت بيمر. الازمه بالنسبه لك ان كل ما الوقت يعدي كل ما انت الضغط عليك اكتر لان انت اللي عايز تكسب. مزبوط. انت اللي بتلعب على ملعبك، انت اللي مطالب بالبطوله مش بس مطالب بالصعود. صح. انت كمان مطالب بالبطوله. لعيبه النادي الاهلي النهارده مطالب من كل لعيب انه يبقى في قمه تركيزه النهارده وفي حالته الفنيه والمعنويه والبدنيه بشكل كبير. اكيد مستر موسيماني طبعا هو شايف مين اللي في الحاله البدنيه الجيده، حط التشكيل اعتقد ان هو التشكيل اتحط هقوله لك يعني فهو
ادرى مين النهارده جاهز فنيا وبدنيا، لان مهم جدا انك تبقى بدني جاهز النهارده. صحيح. لان فنيا هينبني على بدنيا. صحيح. انا خليني اكلمكم في بعد التشكيل طبعا على موضوع طرق اللعب، فخلينا ناخد تشكيل نادي الاهلي الاول. هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول ناحيه اليمين والشمال كظهيراي، وفي القلب ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، قدامهم خط وسط مدافع اثنين، حمدي فتحي وعمرو السلي، ورباعي المقدمه بيرسي تاو، حسين الشحات، في وسطهم محمد مجدي قفشه، ومهاجم وحيد محمد شريف. نقوله مره ثانيه، هيبقى محمد الشناوي حراس المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم قلبي دفاع، وثنائي الوسط الدفاعي حمدي فتحي عمرو السلي، ورباعي المقدمه بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، ومحمد شريف. كابتن ماهر، خليني اسالك على طرق اللعب المختلفه اللي النادي الاهلي لعب بيها الفتره اللي فاتت. يمكن احنا اتكلمنا فيها انا والكباتن في الفتره اللي فاتت، هل طرق اللعب لما بتتغير كتير في فترات صغيره ممكن تؤثر على عمليه الانسجام والتناسق والتناغم داخل الملعب وتخليك تعمل اخطاء سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي؟ بص ايمن، يعني طرق اللعب بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، انا في رايي الخبرات اللي هم اكتسبوها من اللعب الدولي والبطولات اللي حققوها، اي طريقه انت بتقولها للعيبه دي انا في رايي يعني اللعيبه دي تقدر تنفذها وبيبقى عندها كمان مرونه تكتيكيه. فدور المدير الفني ان هو بيختار طريقه اللعب والتشكيله الامثل للمباراه دي. يعني مثلا احنا بنلعب في وسط ملعبنا، يبقى احنا عايزين نهاجم بنسبه 70% 75% كويس، وندافع بنسبه 30%. بس يعني بس كابتن، يعني المفروض النادي الاهلي ليه اسلوب. كويس، والاسلوب ده متعودين عليه والناس كلها عارفاه وبنكسب بيه بالظبط. ولكن لما حته بقى التحولات في طرق اللعب، بره تبقى كذا، جوه تبقى كذا، تجيب جول تروح مغير طريقه اللعب تبقى 3 4 3، طب عايزين نكسب 4 2 3 1، طب عايزين قفشه في القلب. يعني هو لو انت لعبت كل ماتشاتك 4 2 3 1 مع التامين الدفاعي في نص الملعب، ما احنا طول عمرنا بنلعب كده بالظبط بالظبط. يعني وده اللي حصل يا ايمن، خد بالك. يعني هو بقى له سنه يمكن و40 يوم مستر موسيماني، او سنه وشهرين، حقق فيهم 6 بطولات. هي الطريقه اللي خمسة نجحتنا 5 برونزيه كاس عالم، اللي نجحتنا 4 2 3 1. ايوه، يعني على فترات بقى لما بدا يبقى خارج ملعبه مع فرق زي سان داونز، لجأ لطريقه 4 3 3 على اساس ان سان داونز عنده كثافه عدديه وعنده لعيبه في نص الملعب، محتاج هو يزود اللعيبه عنده في نص الملعب على اساس يبقى نقدر في حته الدفاع نقدر يعني نقفل عليهم بشكل كبير. طب هو ما تنفعش تلعب بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه؟ لا تنفع مع تغيير بعض الافراد. لا ينفع ينفع. ما انا عايز اقول لك ان المرونه في في في, في التكتيك، انا شايفها خطوط عريضه للمدرب، لكن اللاعب هو صاحب القرار داخل الملعب. لان انت الخطوط العريضه دي انا بشتغل عليها، لكن في مواقف جات لك زي مثلا انت ايمن، حاجات اللي فيها رد الفعل، بتتوقع ان الكره تخبط في العارضه اروح رايح اعملها، بلال بردك عنده رد فعل، في حاجات ساعات ما بيقولهاش مدرب صح، لكن اللعيب لعيب النادي الاهلي بيبقى عنده المرونه دي. واحد ضد واحد، انا شايف واحد ضد واحد والراجل قال لي لو انت في الحته دي ممكن تباصي، لا طب انا اقدر افوت. فدي بترجع للمرونه التكتيكيه للاعبين. لكن احنا الطريقه اللي نجحنا فيها الفتره اللي فاتت مع مستر موسيماني هي طريقه 4 2 3 1، واللعيبه بتحس بارتياحيه بشكل كبير جدا في الطريقه دي. وشفنا احنا حتى كمان في ملف الدوري العام لما لعبنا بيها، يعني كسبنا فاركو 4 وكسبنا المقصه 4، وكانت اهداف متنوعه بشكل كبير جدا. فالنهارده انت بتلعب مع خصم شفته قبل كده، هو شافك. فالنهارده مستر موسيماني يعني ذاكر الفرقه دي كويس، وهو دي ميزه فيه ان هو بيذاكر كويس قوي مع الجهاز المعد الاحمال والراجل الفني اللي بيجيب له يعني توقعات وشكل الفرقه وطريقه اللعب واللعيبه المميزه والجوانب الدفاعيه والارقام والحاجات دي. فهو بيبدا يذاكر كويس قوي هو وجهازه، ثم بينقل للعيبه الحاجات دي. فالنهارده مهم جدا ان احنا نرجع للعادات اللي احنا اتعودنا عليها وتورثنا عليها من زمان. صحيح. ايه هي؟ ان انا اضغط اول ربع ساعه او ثلث ساعه عشان اجيب جول. بالزبط. واحنا شفنا
لما بنضغط على الفرق من الاول بنجيب جول الدنيا بتتفتح قدامنا. مزبوط. يا ايمن بنقدر بعد كده نسيطر على المباراه، حتى الجهاز الفني بره بيبقى عنده ثقه يقدر بعد كده لما يحتاج تغييرات هو شايفها يعملها باريحيه، يعملها بارتاحيه والناس تبقى نازله بتادي بشكل كبير. صحيح. فانا اتمنى ان احنا باذن الله بالطريقه اللي مستر موسيماني حقق فيها الانتصارات الكتيره دي هي 4-2-3-1، ودي الطريقه حتى كمان اللي بتريح اللعيبه. صحيح. حتى الجماهير كمان اتعودت على هذه. مزبوط. الطريقه. فانا شايف ان شاء الله باذن الله النهارده طريقه اللعب وثبات التشكيل والاداء اللي فيه المرونه التكتيكيه مع دوافع اللعيبه بقى الفانيله الحمراء ودوافع اللعيبه زي ما الكباتن قالوا. صحيح. ان احنا مهم جدا السنه الثالثه دي عشان. صحيح. عندنا طموح كبير جدا في انديه العالم. ان احنا ان شاء الله نروح للمركز الاول او المركز الثاني باذن الله. فباذن الله بس نبدا النهارده ان شاء الله. ربنا يكرمنا بالثلاث نقاط ونكسب المريخ وبعد كده نفكر في الجاي. كل ده التوفيق من عند ربنا. طبعًا ان شاء الله. طبعا مهم جدا يعني. عندك اقوال اخرى ولا عايز نفسك؟ لا ما اتكلمنا فيها، يمكن كابتن مار ما كانش معانا في الاستديوهات ان احنا نتكلم في موضوع الطريقه ده. انا بقول لك الطريقتين بيناسبوا لعيبه النادي الاهلي، هو المهم الطريقه التنفيذ بتاعها في الملعب. بالظبط. كويس. بالظبط. الطريقتين الى حد كبير بتنفذ كويس بس ولكن كل طريقه للمره المليون مش هتاخد منها ال 100%. ماشي. هتضحي بحاجه. ماشي. يعني النهارده انت بتضحي بمين؟ باليونج. انك مش عايز النهارده موسيماني بيدور على ضغط هجومي مبكر، هدف مبكر. بس استحواذ مبكر. خلينا نقف معاك في النقطه دي. طيب. ضغط هجومي مبكر وهتهاجم باكبر عدد من اللاعبين مع الحرس الدفاعي. بالزبط. والتامين. طبعا. ولكن ما هو لحظه بس، لما بنقول مع الحرس الدفاعي والتامين مع احترامي للجميع احنا عندنا ارتياحيه شويه احيانا لما بنهاجم بنقول إيه وجود ديانج النهارده في نص الملعب مهم جدا وضروري جدا جدا جدا. كويس. لان هيبقى فيه مساحات. كويس. ديانج ممكن يقفل لك الحته دي. كويس. ديانج ممكن يجيب لك الكره مره تانية اسرع واحد، ديانج يعمل لك الاستحواذ والسيطره. يعني انا بقول لك فكر وانا بقول لك انت في كل طريقه مع احترامي للجميع. طبعا. انا يعني مش عايز اقول لك السوليه وحمدي فتحي بالنسبه لي من الاعمده الاساسيه. اتكلمت السوليه فتحي على الثلاثه وميزه كل واحد وقيمه كل واحد، وحاجه حلوه يبقى عندك ثلاثه كويسين. طبعًا. جدا في المكان ده في مصر. وانت طبعا وانت كمدير فني شايف النهارده ان انا هبدا بحمدي والسوليه وهخلي ديانج معايا ورق رابح، ممكن اعمل العكس، لكن في الاخر انا ما عنديش مشكله. بص ايمن، اي مدير فني كل حاجه بيتمناها ان ما عندوش مشكله في الخطوط. النهارده انا عندي ثلاثه اللي في نص الملعب ممتازين جاهزين، وكل واحد في ميزه وكل واحد بيجيد في الحته بتاعته. انا النهارده اخترت دفاعيه حمدي، خد بالك من الكلام، دفاعيه حمدي والتقدم بتاع السوليه على حساب حته الدفاع بتاع ديانج. كويس. هو عايز كده النهارده، هو عايز ضغط هجومي وتامين حمدي الدفاع في نص الملعب وانطلاقه عمرو مع هاني مع معلول، لكن باتزان مش كله طبعا مع بعضه. كويس. هو النهارده فكر بعد ما شاف المباراه الاولى ان نلعب كده النهارده. الطريقه دي بتناسب لعيب مهم جدا عندك محمد مجدي. محمد مجدي في الطريقه. مزبوط. دي بيحس بيلاقي نفسه. صح. وهو عايز برده النهارده كده، هو. صح. النهارده عايز يحسم الامور بدري، بس يحسمها باداء بثقه مفيش مشكله عندك. صح. كويس. هو بيفكر في كده النهارده. التغييرات بعد كده اللي تيجي ايمن مفيش مشكله فيها، اولا هبقى خلاص طمنت على النتيجه ان شاء الله، بريح لعيبتي وبطمن على اللعيبه اللي مش موجوده. يعني النهارده احمد عبد القادر مش بادئ. النهارده بيرسي تاو. فاهمني. النهارده حسين الشحات بادئ. أي. هو عنده شايف النهارده ان العناصر دي هي الانسب للمباراه. هو ده. لكن 3-4-3 ما بيلعبها بتبقى عايز منها حاجه معينه وبتعرف. بالزبط. تكسب بيها، ما فيهاش مشكله على فكره. ما بدافعش عشان بس. أي. الناس تبقى متخيله. يعني انت النهارده الحريه النهارده للاطراف اكتر. مش لعلي معلول. معلول. بالزبط. هيبقى كطرف بس مش هيبقى ليه الاولويه، مش زي 3-4-3 نفسك عند محمد هاني. عند هاني برضه. لكن هو عايز النهارده ضغط هجومي كويس، استحواذ في نص الملعب بوجود محمد مجدي، ودايما عندك ضغط هجومي او الشراسه الهجوميه بنتكلم عليها. وتبقى دي الطريقه الافضل لمباراه اليوم مع الحرص اللي انت قلته. اكيد طبعا ده. طيب. اكيد. طيب كابتن اسامه، النهارده بيعود مره اخرى مستر موسيماني ل 4-2-3-1. كابتن علاء قال لك مع هي دي الطريقه المناسبه لماتش النهارده مع التامين الدفاعي و
ان انت تقدر تستفيد من ضغطك المبكر. وانا بتكلم معاك قبل كده قلت لي انا ما بفضلش، انا كواحد من المدربين ما بفضلش ان انت تلعب في الطريقه كتير، يعني مره 4 2 3 1، مره 3 4 3، مره 4 3 3، ولكن هل انت مع الكباتن ان 4 2 3 1 هي المناسبه لمباراه اليوم؟ هي 4 2 3 1 هي في معظم الماتشات كانت انسب للنادي الاهلي. كويس. وزي ما كباتن قالوا برضو 3 4 3 الارض الاهلي بيجدها، ودي الفرق الكبيره انا قلت لك انه بيبقى عنده اكتر من طريقه بيحتاجها في بعض الاوقات. صح، ما انت عندك القماشه اللي تنفذ. لكن طبيعي لانه بيبقى في عندك لعيبه عندها مرونه خططيه زي ما بيقولوا، بيقدروا يلعبوا في اكتر من مكان، زي واحد زي حمدي فتحي بيقدر يلعب وسط السرد باكين، بيقدر يلعب رقم اللي هو الوسط المدافع اللي هو رقم 6 زي ما بيقولوا، بيقدر يلعب احيانا رقم 8، فعندك لعيبه عندها مرونه تكتيكيه حتى غير حمدي فتحي، فبيقدروا ينفذوا اكتر من طريقه. ولكن انا قلت لك الاساس لاي فرقه في العالم بتبقى طريقه واحده ثابته في كل المباريات. ايوه ده الاساس الطبيعي. لما تشوف ليفربول هو 4 3 3، لما تشوف مانشستر سيتي 4 3 3، لما تشوف تشيلسي 3 4 3، لما تشوف وهكذا اي فرقه هتشوفها هتلاقيها ليها اسلوب واحد، طريقه واحده في معظم مبارياتها. لكن احيانا بتحتاج انه يغير الطريقه دي في مباراه او في اثناء المباراه، يعني احيانا بيلجا لانه يزود مثلا مدافع ورا يلعب بثلاثه حسب ظروف المباراه ونتيجتها، بس مش اساس. ايوه يعني مش اساس ان انا كل مباراه مره العب النهارده 4 2 3 1، بعدين مره 3 4 3، بعدين مره اللي بعديها 4 3 3، وبعدين مره 4 4 2، بعدين مش ما فيش كده. لكن في طريقه اساسيه وفي طريقه فرعيه بحتاجها في بعض الاوقات. يعني لو انا ملعب مثلا 30 ماتش في السنه، بلعب لي مثلا 22 23 24 ماتش بطريقه واحده، وفي 3 4 ماتشات او خمس ماتشات بغير طريقتي فيها لاسباب معينه، بزود واحد في وسط الملعب عشان انا بلعب خارج ملعبي مع فرقه قويه زي وعندها وسط قوي، فبلعب بثلاثي مثلا يجيدوا النواحي الدفاعيه، احيانا بامن دفاعي كسبان وفي اخر الماتش بنزل واحد مدافع في وسط الملعب زياده عشان عايز امن شويه، ساعات بلعب بخمسة أربعة واحد عشان عايز أمن الأطراف شوية عشان في أجنحة كويسة مع فرقة قوية معاه. لكن مش الأساس، الأساس طريقة واحدة هي بتلعب بيها معظم مبارياتك. طيب إذا طريقة اليوم هي الطريقة الأفضل مع تجنب هي كل المشكلة في إيه يا أيمن؟ أنت أقوى خط عندك واللي عامل لك تفوق تملي في معظم مبارياتك ها هو وسط الملعب، نص ملعبك حمدي فتحي والسوليه وديانج وقفشه. وقفشه طبعا زي علامة قال لك دلوقتي، بيقول لك ايه هتيجي حاجه على حساب حاجه، لما بيلعب بثلاثه بيضطر يقعد قفشه، لما بيجي يلعب اثنين وواحد قدامهم بيضطر يلعب يا سوليه يا حمدي يا ديانج، وهم تحديدا اكتر. يعني انت عندك مراكز قوه كتير زي معلول زي الشناوي زي شريف قدام، عندك مراكز قوه في كذا حته، محمد هاني عندك مراكز، ولكن الرباعي ده بالذات هو نقطة التفوق الكبيرة في معظم الماتشات. مظبوط. ومفيش عشان كده انت حتى في الماتشات الكبيرة بتلعبها مع فرق زي الزمالك او صن داونز او بتاع، الثلاثي ده ومعاهم قفشة اللي هو الرباعي ده تملي مسيطرين على وسط الملعب، تملي هم الحركة كلها بتيجي من عندهم، صناعة الاهداف حتى بيساعدوا في الاهداف، هم اللي مدين لك دايما التفوق. ماشي. فهو كتير قوي لعب 3 4 3 ليه؟ لانه هو كان في وقت مش عارف يقعد مين، يقعد ديانج. حتى الناس العاديه تتساءل هو ديانج بيقعد ليه؟ بيلعب مثلا حمدي والسوليه، بيلعب حمدي وديانج والسوليه ازاي؟ ده لعيب اساسي في المنتخب ومن اهم اللعيبه في النادي الاهلي. يقعد حمدي فتحي الناس تقول لك ده احسن واحد بيدافع في وسط الملعب. فهو لعب 3 4 3 عشان الجزئيه دي، واحيانا كان بيلعب 4 3 3. بس هي المشكلة ان هي بتيجي على حساب قفشة، لان قفشة قلنا بيلعب في مركز 10 اللي هو تحت راس الحربة،
اكتر بيبقى مزبوط. عنده القدره يتحرك يمين شمال صح. بيروح يكمل مش عارف ايه لما بيتحد شويه في الاطراف امكانياته تتحد. رغم ان انا قلت لك برده حتى في الطريقه دي انا بفضل ان قفشه يلعب يعني حتى لو لعب بثلاثه في وسط الملعب او 3-4-3 قفشه يبقى واحد من الاطراف ويخش للعمق. فهو الطريقه دي مناسبه للنهارده رغم خسارتنا لديانج انه قاعد لانه انت بتزود الناحيه الهجوميه. حسين الشحات عنده قدرات هجوميه كويسه بيعرف يروح يجيب جون بيعرف هيعرف يشترك لما شريف يطلع من بره راس حربه هتلاقيه كامل راس حربه. فهو عايز يزود الناحيه الهجوميه لانك انت محتاج المكسب والضغط من الاول مظبوط. بس هي جت على حساب واحد زي ديانج. بس هي كره القدم كده في النهايه انت بتشوف المصلحه واحيانا في لعيب بيبقى متفوق وقاعد بره يمكن يفيدك الشوط الثاني يمكن صحيح. في جزء من المباراه فربنا يسهل يعني. لكن هي طريقه مناسبه للمباراه دي ان شاء الله. طيب كابتن بلال واحنا بنتناقش في تشكيل النادي الاهلي وطريقه اللعب خليني اقول لك ان النادي الاهلي في دور المجموعات لعب 4 مباريات. في الاربع مباريات دول النادي الاهلي احرز 3 اهداف وتلقى شباكه 4 اهداف. بس انا خليني اكلمك دلوقتي على الناحيه الهجوميه. النادي الاهلي في 4 مباريات جاب 3 اهداف والثلاث اهداف كلهم في مباراه واحده. ولم ينجح مهاجمي النادي الاهلي او لم ينجح مهاجمو النادي الاهلي في احراز اي هدف على مدار 3 مباريات اخرى. هل مع ان هم دول نفس اللعيبه متفوقين جدا جدا في الدوري المحلي واكبر نسبه اهداف واقوى خط هجوم للنادي الاهلي، هل بيعاني هجوم النادي الاهلي في المباريات الافريقيه؟ احنا كمان بنعاني في الدوري العام من اهدار الفرص. بص يا كابتن، الفرق ما بين افريقيا وما بين الدوري العام انك انت الدوري العام ممكن يديك 6-7 فرص فتسجل هدفين. تمام. فبطوله افريقيا لا هيجي لك فرصتين، فمطلوب انك تسجل تستثمر على الواحد بالظبط. يعني انت مش كل المباريات هتبقى زي بعضها لان الفرقه مش زي بعضها. الدوري المصري مختلف عن بطوله افريقيا. بطوله افريقيا انت بتلعب الصفوه بتاعت بقيه الدول يعني بقيه الانديه بتاعت افريقيا يعني. يعني انت بتلعب افضل فرقه في جنوب افريقيا، بتلعب افضل فرقتين في السودان، بعد كده ممكن تلعب افضل فرقه في المغرب. يعني انت بتلعب فرق تكاد تكون المستويات متقاربه منك شويه. مظبوط. لكن انت بالنسبه للدوري العام انت متفوق بشكل كبير، الفروقات كبيره جدا جدا جدا. يعني مع احترامنا لكل الانديه بس فعلا حقيقه الفروقات بينك وبين انديه الدوري الممتاز المصري فروقات كبيره. فانت النهارده ممكن في الدوري المصري يجي لك في المباراه الواحده 5-6 فرص فتسجل هدفين فتطلع كسبان. في افريقيا لا يجي لك فرصه، وممكن يجي لك فرصتين. تمام؟ وممكن ما يجيلكش فرص فتصنع فرصه لتسجيل الهدف. بس هل الكلام دوت مثلا لقوه الخصم؟ لا، ما احنا بنشوف خصوم لا يعني مستوى بعض الفرق في الدوري المصري افضل منها بكتير. بص يا كابتن، يعني ماتش الهلال خلينا نتكلم كده، يعني ماتش الهلال هناك انت جات لك فرصه ما قدرتش تستغلها وتسجل منها هدف. فرصه محمد شريف اللي كانت على طرف ملعب في ال18. تمام. دي فرصه واحده طول الماتش ممكن تكسب بيها، ممكن تكسب بيها ماتش. تمام. فهي فرصه طول المباراه. هنا في سان داونز جات لك فرصتين اكتر او 3 فرص تقريبا. انا بتكلم عن الفرص الحقيقيه اللي كان ممكن تسجل منها هدف، فرصتين او 3 حقيقيين كان ممكن تسجل منه هدف، ما قدرتش تستثمر وتسجل هدف. فبالتالي خرجت خسران. سان داونز هناك نفس الحال، الفرص قليله فانت مطلوب منك. بص يا كابتن، احصائيه النادي الاهلي خلال ال3 مباريات في دوري المجموعات، المفروض هم 4 مباريات، عدد المباريات ما هنا 3 الاهداف. ده الثلاث مباريات اللي احنا ما سجلناش فيه. ايوه مظبوط. اجمالي الفرص 3.3 من 10، 3.3 من 10 من 10. اجمالي الاهداف المتوقعه يعني اقل من 1. طيب كويس. ومعدل الاستحواذ 59%. احنا متفقين كلنا ان الاستحواذ بدون تحقيق الهدف يبقى ايه؟ بتشاور على الكابتن علي. لا، بيساوي على المعدل العام لفريق سان داونز برضه. معدل التمريرات الصحيحه كذا، معدل الصوت على المرمى كذا، اجمالي العرضيات، اجمالي الكرات. خلينا احنا بنتكلم على النادي الاهلي دلوقتي. كويس؟ ما هو ده يدل على الكلام اللي انا بقوله. ان انت الفرص اللي بتتاح ليك للتسجيل مش كتير، ما بتصنعش فرص كتير يا كابتن ايمن. فمطالب لما يجي لك فرصه تستغلها للتسجيل لازم تسجل. هي دي الفروقات. تمام. فعشان ما نقولش ان احنا في الدوري العام في حته وافريقيا في حته ثانيه. الاوضاع مختلفه. الضغوطات كمان مختلفه. تمام. الماتشات برضو انت بتلعب بره ملعبك، بتروح افريقيا تلعب هناك مع الهلال مثلا، تلعب في السودان اجواء مختلفه تماما، الملاعب والجو ودرجه الحراره والرطوبه، بتروح سان داونز اجواء مختلفه، ملاعب مختلفه غريبه عليك، مش متعود على الملاعب. فبالتالي انت في جو غير الجو خالص. فمطلوب منك
عشان تكسب البطولات الكبيره لا انصاف الفرص لازم تسجلها اهداف كويس. يعني احنا بقالنا فتره برضو ما بنسجلش اهداف من عرضيات من كرات ثابته، يعني الكرات الثابته اللي على 18 ما بنسجلش منها اي اهداف، برغم ان الكرات الثابته حل مهم جدا من الحلول انك تسجل منه اهداف. لا انت اثرت نقطه كمان مهمه جدا، ان انت في الكور العرضيه بيبقى تواجدك في ال 18 ضعيف جدا وقليل جدا. اه طبعا قليل جدا جدا. انا بقول لك الكرات الثابته والكرات العرضيه، الكرات اللي على 18 انا اعتقد ان احنا اخر مره سجلناها كان السنه اللي فاتت. ايوه كره ثابته على 18 رغم ان ما انا بقول السنه اللي فاتت. فانت بتتكلم في ايه؟ ان دي بتعتبر لبعض الانديه فرصه محققه للتسجيل. طبعا انت ممكن من التفاصيل الصغيره دي تكسب ماتش. ما هي كده الماتشات الكبيره كده يا كابتن، الماتشات الكبيره مش لازم يجي لك 6 7 فرص عشان اسجل واطلع كسبان. لا ممكن يجي لي فاول على 18 كورنر، ضربه يعني كره ضربه حره مباشره من على اطراف ال 18 تسجل منها هدف. هي دي كوره تمام، مش لازم كل مباراه تعملها بشكل رائع جدا. انت في ماتشات بيبقى فين يبقى انت فيها فت ومجهودك محتفظ بيه وما عندكش اجهاد فبتلعب ماتشات كويسه قوي. يعني الحلول عند اللعيبه اكيد وضع طبيعي. بص المدرب يعني بيدي خطوط عريضه زي ما قال كابتن ماهر وكابتن علاء وكابتن اسامه، يعني هي خطوط عريضه بتتحط. اللعيب عنده حلول داخل معه، عشان كده احنا بنقول في بعض الاوقات بتبقى محتاج لعيب زي عبد القادر كده عنده مهاره يقدر يحل واحد ضد واحد تمام، بتحتاج لعيب عنده مهاره زي مجدي قفشه يقدر يحل يعملها كتير باس تمام. في بعض الماتشات بتحتاج كده، لان مش كل الماتشات هتتلعب جيم مفتوح، في ماتشات هتبقى مقفوله بالنسبه لك. يعني ممكن النهارده المريخ ينزل مش زي الماتش اللي فات، الماتش اللي فات كان لاعب جيم مفتوح فتح لك الملعب بيلعب هيد تو هيد ما عندوش ازمات، فبالتالي قدرت تسجل فيها هدفين. النهارده ممكن يبقى مختلف شويه، ممكن يقفل من نص ملعبه ويلعب على هجمه مرتده، خاصه انه نجح الشوط الثاني انه يسجل اهداف من هجمات مرتده سريعه، فممكن يلعب على الحته دي. ترتيب يفرق يا ابراهيم. نعم يا كابتن، ترتيبه في المجموعه هيفرق. طبعا 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 طبعا. المباراه الاولى مش ترتيبه زي النهارده، وكان كسبان كان كابتن، وكان كسبان كان عنده 4 نقط بالظبط. النهارده التفكير هيختلف. ليه ايمن؟ هو عنده 4 نقط زي النهارده، فهو اكيد مش هيفتح ملعب زي ما بيتكلم، فهيلعب جيم مختلف، فهيقفل الملعب. فانت هتبقى مطالب ان انت اللعيبه اللي تتحرك، مش بس المدير الفني من بره. المدير الفني مش هيقدر يعني يقول لك واحد ضد واحد رقص وشوط، او من على 18 لما يجي لك شوط، او اعمل ثرو باس في الحته دي، او اعمل كاونت. يعني هي خطوط عريضه، لكن اللعيب هو اللي هو داخل الملعب، هو صاحب القرار. فالنهارده مطلوب من اللعيبه النهارده ان هم بالاضافه للشغل التكتيك واللعب الجماعي اللي بنلعبه، لا ان يبقى في مهارات فرديه وفي عقل داخل جوه الملعب بيفكر. مطلوب كمان ان يبقى في شخصيه النادي الاهلي تبان النهارده في الملعب، وعلى الكرات المشتركه كويس، وعلى ايضا من خارج خطوط الملعب لاداره المباراه الفنيه. ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. ده وضع طبيعي. يمكن النهارده ممكن يبقى مستر موسيماني غير لسببين. السبب الاول عايز ياخد القدر الكبير جدا من امكانيات ومهارات محمد مجدي قفشه، فبالتالي لعبه النهارده تحت الفيرود رقم 10. الحاجه الثانيه ان الماتش اللي فات 3 4 3 بتبقى دايما عندك الوينجات فاضيه، يعني الباك رايت لما بيتقدم بتبقى الحته فاضيه وراه، الباك ليفت لما بيتقدم علي معلول بتبقى الحته الفاضيه يقدروا يلعبوا فيها، واتعملت اكتر من مره المباراه اللي فاتت في الشوط الثاني. فانت النهارده ممكن يكون هو فكر في الحته دي، ان دايما يبقى عندك اثنين سنتر باك والباك العكسي هو ده اللي بيغطي، فممكن يكون مستر موسيماني فكر دفاعيا في الحته دي وهجوميا انه يقدر يستغل مجدي قفشه في حته اللعيب رقم 10. صحيح. خلينا نرجع للتشكيل ثاني يا كابتن ماهر، وبرده مع التشكيل احصائيه. في خلال الاربع مباريات بتوع دور المجموعات النادي الاهلي اتكلمت مع الكابتن احمد بلال في موضوع ان هو احرز 3 اهداف، والثلاث اهداف في مباراه واحده. النادي الاهلي استقبلت شباكه 4 اهداف، وحضرتك خير من مثل مصر والنادي الاهلي في مركز قلب الدفاع. النادي الاهلي بينقصه ايه في الحته دي؟ هل ينقصه سرعات؟ هل ينقصه الشراسه الدفاعيه؟ هل ينقصه التمركز الجيد؟ ايه اللي ينقص لعيبه النادي الاهلي اللي هم دلوقتي من تقريبا من السنه اللي فاتت تقريبا بنستقبل كل مباراه هدف؟ بص يا ايمن، في عنصرين مهمين جدا يعني، والعنصرين دول موجودين في التركيبه تشكيله النادي الاهلي، القوه والسرعه. كويس. القوه في الالتحام، ان انا لما التحم ازاي استحوذ، ازاي اقطع، ازاي اضغط. كويس. دي سمه من ضمن السمات احنا يعني تورثناها من اجيال لاجيال لاجيال. يعني الفتره اللي فاتت دي يعني مش محسوسه قوي، مش حاسينها يعني. السرعات نفس الكلام. يعني احنا عندنا من السرعات عندنا بيتسيتا، وعندنا محمد شريف وحسين الشحات، وعندنا السوليه وحمدي فتحي ومعلول ومحمد هاني. يعني عندنا من السرعات اللي نقدر نستغل بيها ان احنا نخترق اي دفاعات موجود عليها
اذا كان بالنسبه للمريخ او الهلال او سان داونز او الفرق اللي احنا بنلعبها. النقطه الثانيه التوازن الدفاعي ده مهم جدا. ايوه التوازن يا ايمن مهم جدا. يعني الناس تقول لك الناس اللي ورا هي اللي تدافع صح، لا الدفاع بيبدا من قدام. يعني الدفاع انا في رايي بيبدا من الخط الامامي ثم نص الملعب ثم المدافعين بعد كده. لكن في اوقات بيبقى مطلوب من الرباعي اللي ورا بالذات في حته الدفاع يبقى انا عندي نوع من التمركز الصح، عندي نوع من الهدوء. يعني هل ده كان بينقصنا الماتشات اللي فاتت؟ يعني عدم تنظيم في اوقات كثيره جدا يا هاني يا ايمن هي اللي خلتنا يعني نضرب جولين في مباراه المريخ. سببها ايه يا كابتن؟ سببها زي ما قلت لك ان الخطوط بعدت عن بعض، يعني خط الهجوم مع نص الملعب ما كانوش قريبين من بعض واحنا كويس. بندفع في نص ملعبنا كويس. وانت لما تقرب الخطوط الثلاثه في نص ملعبك بشكل في مساحه 30 يارده صعب جدا ان حد يخترق. لكن لما بيحصل ان الخطوط بتبعد عن بعض من هنا بتبدا تبان المشاكل الدفاعيه. النقطه الثانيه بالنسبه للانطلاقات بتاعت نص الملعب، يعني النهارده انت عندك السليه بحساب بقى لو بيتقدم ورا المهاجمين يبقى لازم حمدي فتحي نوع من التوازن. لو معلول بيطير يبقى لازم حته الترحيل الخط الخلفي. نفس الكلام محمد هاني مع حمدي فتحي، يعني في ربط بين اللعيبه ببعض وهي كويس. بتهاجم وفي لعيبه كمان بتقوم بدور التوازن في الدفاع او التغطيه الميلان في حته الهجوم. بس في نقطه مهمه جدا يا كابتن يمكن اثرناها الاستوديوهات اللي فاتت، حته ان احنا بنطول الملعب على نفسنا. يعني مثلا حضراتكم زمان لما احنا كنا بنهاجم قدام ما بتبقوش مثلا واقفين في قلب كابتن اكرامي او كابتن ثابت او كابتن احمد شوبير، لا انتوا كمان بتزقوا توصلوا لحد نص الملعب. ده وضع طبيعي. انما ليه خط دفاع الاهلي في معظم الفترات بتلاقيه مثلا عامل عمق دفاعي كبير جدا 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 لحد منطقه 18 بتاعتنا؟ يعني هل 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 دي تعليمات مدير فني؟ لا. ولا دي خوف وقلق من اللعيب؟ بالظبط، هو لا يمكن تبقى تعليمات المدير الفني اللي احنا بنشوف مستر موسيماني بيتكلم واحنا بنهاجم بيحاول يزق الثلاث خطوط، يعني بيبدا من واحنا بنشوف الاشاره كده لازم الناس تطلع ورا الكوره. التوازن ده بيدي لك نوع من الطمانينه، وفي نفس الوقت احنا بنشوف حتى الكره العالميه تلاقي وانت بتهاجم ثلاث ارباع فرقتك في نص ملعب الخصم. مظبوط. ما عدا الاثنين المساكين اللي هم يعني عارف لو انت محتاج انك انت يحصل بترجع الكره لورا بس على الاقل على الدايره. بالظبط. وحاجه ثانيه كمان يا ايمن، وانا طالع يعني انا وانا بلعب كنت وانا طالع بطلع اللون. يعني لازم اطلع يبقى انا حاطط نفسي في موقف دفاعي مش جنبه. أيوة. ولا قدامه. أيوة. لا في ظهره. مزبوط. وراه. مزبوط. عشان كده انا شايفه. صح. لو كرة تترد اقدر انا بقى اخد القرار انقض، اقدر اخد القرار اقطع. صح. اخد القرار ان انا احلق. مظبوط. فساعات ولادنا يعني هم طبعا نجوم كبار جدا، يعني اذا كان ياسر ولا محمد عبد المنعم ولا رامي ولا الناس اللي شغلت في المكان ده. وكان في الفتره اللي فاتت كمان ايمن حته ان ثبات التشكيل اللي احنا بنقول عليه مهم جدا. الاثنين دول يلعبوا جنب بعض، الاثنين المساكين. يعني انت النهارده بقالك فتره ياسر بيلعب مع محمد عبد المنعم. اللعب ده بياخدوا نوع من عارف الحس ببعض. انا هطلع انت هتستنى. بالظبط. انا هتعامل مع المهاجم انت هتغطيني. انا هروح اميل هتيجي ورايا. فحته الثبات اللي احنا بنتكلم عليه هو ده اللي بيدي لك الطمانينه نمره واحد في الجانب الدفاعي ثم الجانب الهجومي. فالنهارده المباراه اللي بالشكل ده مهم جدا جدا ان وانا بهاجم ظهري باش مكشوف. يبقى الناس اللي موجوده في حته التوازن، يعني اذا كان موجود مساكين ومعاهم باك يبقى لازم بيراقبوا لعيبه المريخ اللي راكنه. في لعيبه بتبقى راكنه. خد بالك لما اللعيب بيركن كده على جنب بيبقى مضر جدا لينا. مزبوط. لما كرة تترد تتلعب له بما محطه يقدر يضرنا بقى، يقدر يعدي ويفوت. فالنهارده مهم جدا يا جماعه. يعني زمان كان يقولوا لنا ايمن مستر ريدكوتي يقول لك ايه، النهارده طول ما انت 90 دقيقه 0-0 انا عندي من الامكانيات ان انا اقدر اكسب اي وقت. مزبوط. فلازم النهارده خط ظهرنا وزي ما قلت من البدايه الخط الهجومي ثم نص الملعب، لكن بيبقى الشغل الشاغل على الاربعه اللي ورا. صح. طول ما انت مأمن في الحته دي اولا انت بتاخد ثقه يا ايمن
وبتفقد المهاجم ثقه. يعني انا النهارده لما ابدا اقطع كره في اول لعبه تديني ثقه، اقطع الكره الثانيه تديني ثقه ثانيه، اقطع الكره الثالثه تديني ثقه ثالثه، خد بالك انا باخد ثقه والامور تبقى سهله بالنسبه لي في اداره المباراه، وبتبقى صعبه على المهاجم لان خلاص ما عندوش امل، كل كره مقطوعه كل كره مقطوعه. طب انا حراسه مطلوبه كمان يا كابتن من المدافعين. طبعا طبعا، يعني انا كان مهاجم لا بقلق انما يكون معايا مدافع طيب وطري بالظبط. لا طبعا ما هيديني فرصه، هاخد انا المبادره بالزبط. وهيبقى عندي ثقه ان اقدر اجيب جول بالزبط. لكن احنا تملي نقول للمدافعين انك انت على قد ما تقدر، الالتحام مهم جدا يا ايمن، يعني بيبان انت لما بتفرض اسلوبك في حته الضغط على الخصم من بدايه المباراه وان هو مش شايف اي مساحه او اي ثغره، تاكد ان احنا هيبقى لنا سيطره بشكل كبير ونقدر نجيب جوال، لان احنا عندنا تركيبه من اللعيبه زي ما الكباتن قالوا في اي وقت حسين شحاته يقدر يجيب لنا جول، محمد شريف يقدر يجيب لنا جول، بيت ستاوي يقدر يجيب لنا جول، قفشه، حمدي فتحي، السوليه، وفي حاجات كمان يعني واضح ان في جمل تكتيكيه مستر موسيماني شغال عليها اللي هي الاختراقات من على الاطراف. معلول ده بيعمل كورسات يا ايمن، لكن في اوقات بنحس اساسا ما فيش كثافه عدديه موجوده اللي انتوا اتكلمتوا عليها. لازم احنا عارفين يا جماعه ان معلول ما شاء الله يعني هيعمل لك على دماغك يحط لك على دماغك على رجلك يحط لك على رجلك، لكن الكثافه العدديه افرض عدت الاولاني صح، يبقى في الثاني يبقى في الثالث. حاجه ثانيه كمان عندنا التصويبات مهمه جدا ما شاء الله. يانج ده بيصوب يعني بشكل جميل جدا، سوليه، حمدي فتحي، حسين، محمد شريف، بيت ستاو، معلول، يعني وكل الحاجات دي يا ايمن خد بالك لما تيجي تقيم فرقه عن فرقه الجمل التكتيكيه اللي انت بتشتغل عليها بتاخد درجه عاليه. النهارده لو بتعمل اول تكتيكي بتاخد عليه درجه عاليه، لو بتعمل اختراق من على الاطراف بتعمل كروس كوره ثابته كوره ثابته بتاخد درجات عاليه جدا، فبيبان بيبان انك انت عندك تفوق في الحاجات دي. صحيح. اكيد اكيد بيبقى في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. انك انت تكسب المباراه. صحيح يا كابتن. طيب قبل ما نروح ناخد مشوار الفرقتين نقول البدلاء للنادي الاهلي علي لطفي، ايمن اشرف، كريم فؤاد، محمود وحيد، احمد عبد القادر، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر، لويس ميكسوني، وحسام حسن. نطلع على الفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نروح للكابتن علاء مهوب وناخد رايه في تشكيل النادي الاهلي هنقول تشكيل نادي المريخ السوداني. تشكيل النادي المريخ السوداني هيبقى منجد النيل لحراس المرمى، ورباعي خط الظهر بخيت خميس، مصطفى كرشوم، صلاح الدين نمر، حمزه داوود، وثلاثي وسط الملعب الدفاعي محمد الرشيد، عمار تيفور، الجازولي نوح، وثلاثي المقدمه السماني الصاوي، توني ادجوماري، ورمضان عجب. على الورق كابتن علاء 4-3-3، وهم الماتش الاولاني كانوا مدينا تقريبا نفس التشكيل، ولكن ما كانوش بيلعبوا 4-3-3، يعني تقريبا يا اما 4-4-2 يا اما 4-5-1. هو على ورق 4-3-3 لكن في الملعب هيبان هيلعب ازاي. هو فعلا هيلعب بثلاثة عشان يقفل الاطراف بتاعتك، ولا هيلعب 4-4-2، او هيبقى كثافه في نص الملعب؟ هو كل ده هيبان، لكن على ورق 4-3-3 النادي الاهلي مفيش مشكله في طريقه 4-2-3-1 خلاص معروفه، وكابتن ماهر اتكلم عليها وكابتن اسامه. في المباراه الاخيره يا كابتن كانوا بيلعبوا الراس حربه توني الجماري دوت لوحده قدام والباقي كله بيجي من ورا. هي بص يا ايمن هو سهم اللي بيتكتب على الورق، اللي بيتكتب على الورق يعني 4-3-3، لكن ساعات التنفيذ في الملعب ممكن تلاقي راس حربه وتلاقي الناس كلها تحت الكوره بينافس بس راس حربه. والنهارده انا متاكد النهارده الحرص الدفاعي الفريق المريخ هيبقى اكتر من المباراه السابقه بكتير جدا، لانه النهارده هو 4 نقاط بدا يقول لك طب ما انا عندي حظوظ زي النادي الاهلي طبعا، فعشان كده استحاله هيديك المساحات اللي اداها لك المباراه الاولى. صح. خلي بالك حتى لو اتكلمنا عن مشوار الفرقتين ويا ريت نعرضها على الشاشه هتلاقي نفس المشوار واحد بالظبط. يعني احنا كسبنا ماتش، المريخ كسب ماتش، خسرنا ماتشين، خسروا ماتشين، تعادلنا مباراه، اتعادلوا مباراه. ما عشان كده بقول لك ايمن هو النهارده بيقول لك انا حظوظي زي النادي الاهلي، طب انا ليه العب يعني جيم مفتوح زي ما بيقول؟ لا انا حافظ على الشكل الدفاعي بتاعي وابدا اشوف المباراه هتمشي معايا ازاي. عشان كده بقول لك النهارده
الشغل الشاغل مش على المريخ، على النادي الاهلي، على فريق النادي الاهلي، على مدى تنفيذك النهارده في المباراه. لازم شراستك تبان من اول دقيقه، لازم المباراه تحسم بدري، لان كل ما الوقت بيعدي مش في صالحه خالص، هو بالنسبه له بيزيد وتحس كميه الجري هتزيد جدا. الجو بالنسبه لهم ممتاز صح. اكيد طبعا يعني ابو كابتن زي ما قلت لحضرتك المشوار واحد تقريبا، هو واحد على مباراه اربعه، فوز واحد، تعادل واحد، وهزيمه اتنين. دي حقيقه ما فيش فرق بين الفرقتين بالزبط. لكن النهارده هو بيلعب في جو بالنسبه له، هو جو حلو يعني، هو بالنسبه له الجو احسن من السودان بكتير، وارضيه الملعب اكيد احسن طبعا. طب. فهو عنده مميزات الملعب والجو في صالحه. الطريقه اللي هيلعب بيها النهارده هيلعب بطريقه المناسبه ليه هو، مش هيلعب مباراه مفتوحه زي المباراه الاولى. يعني الطريقه المناسبه ليه ان هو هيقفل نص ملعبك، هيقفل نص ملعبك، مش هيقابلك من قدام، ممكن يقابلك بس خمس يعني 10 دقائق ويرجع تاني. هو النهارده كله هيفكر فيه ازاي يقفل المساحات اللي كانت عنده في المباراه الاولى، ويلعب على سرعه الهجمات المرتده بالظبط، وهيلعب على هجمه مرتده مش اكتر من كده. وايه اللي هيعتمد عليه النهارده كمان يا ايمن؟ الكرات الثابته. ده سلاحه النهارده يعني. كان بلال بيتكلم بيقول الكرات الثابته عند بعض الفرق سلاح، ده عند بعض الفرق سلاح رقم واحد صح. يعني تلاقي مثلا المدير الفني مخصص مثلا نص ساعه للكور الثابته، لضربات ثابته على ال 18 هو بيجيدها وعنده بيجيدها، عشان مزبوط. هو عارف لو جت انا هكسب بيها ثلاث نقاط مباراه. وهو خلي بالك كمان يا كابتن علاء عنده مشكله في الضربات الثابته اللي عليه بالظبط. ما انا كنت لسه اقول لك، هو عشان كده بيهتم بالكور الثابته اللي ليه هو. الكور الثابته اللي عليه اكيد موسيماني ولعيبه النادي الاهلي عارفين ان هم عندهم مشاكل في حته التمركز وحته المسك. حتى ماتش الهلال السوداني الهلال قدر انه يجيب الهدف الفوز من كره ثابته بالظبط. عشان كده دايما المباراه النهارده اعاده للمباراه الاولى، بس كل مدير فني قرا الثاني كويس قوي كويس، وكل مدير فني عارف هو عمل ايه الخطا اللي عمله المباراه الاولى. عشان كده النهارده هتلاقي انا عايز اتلافى الاخطاء على قد ما اقدر طبعا بتاعت المباراه الاولى. النادي الاهلي يعالج اخطاء المباراه الاولى ازاي؟ زي بقول لك يا ايمن بالتشكيل اللي عند حضرتك. التشكيل ده انا شايف ان هو تشكيل مناسب جدا للمباراه النهارده كويس. كثافه هجوميه من اول مباراه، عدم ترك مساحات، واهم حاجه النهارده اقل تمرير مقطوع يتعمل في الملعب، لان النهارده فريق المريخ عمره ما يهاجمك غير بغلطه منك مش اكتر من كده. أي. هو هيلعب على دي النهارده، عشان كده بقول لك النهارده وكل مدير فني حاسبها صح، حسب الحاجات اللي غلط عملها ايه هتقل جدا، وحسب امكانياته وايجابياته. ايجابيات النادي الاهلي المباراه الاولى كتير جدا، لكن السلبيه الوحيده اللي حصلت شويه الهدوء اللي حصلوا بعد 2-0 والمساحات اللي اتسابت في خط دفاعك، ولازم ما تتسابش، ما ينفعش اللعيبه تبقى سايبه كده في المنطقه دي. والكلمه بقولها من بدايه الاستوديو كلنا قلناها يعني من خمس ست استوديوهات قبل كده، حاول تقلل مساحه دفاعك مزبوط. حاول تقلل مساحه دفاعك للمره مليون، ما تفتحش خالص صح. انت كل ما بتبعد عن الشناوي كل انت في امان مزبوط. كل ما ظهرك بتروح للشناوي انت في مشكله وفي خطر. هي دي المشكله الكبيره. كلام مظبوط، ولكن الشناوي له دور كبير جدا فيه طبعا. كلام طبعا لازم لازم يعني انا بفضل اللي هو الثلث الاخير ده عليك انت اكتر واحد يتكلم الشناوي صح. لازم الشناوي اطلع لقدام، اطلع يعني كابتن مارك كان بيتكلم على ذكريات اللعيبه القديمه، احنا كنا بنلعب على السمع طبعا، على السمع، اطلع يمين كلنا كده، بس مزبوط. الصوت لازم يا ايمن، احنا بنتعامل كفريق واحد مزبوط. انا بفضل عن نفسي الثلث الاخير ده الشناوي اقدر واحد يتكلم بصوت عالي، ولازم كله يسمع من غير ما يبص حتى، لان مهمه جدا انك تقلل طول الملعب بالنسبه لك. بالعكس انت تبقى انت راحه ليك انت صحيح. الفتره دي الحمد لله خدت 3 ايام يعني، خدت نفسك زي ما كان صاحبي بيتكلم دلوقتي، خدت نفسك، فبدنيا مفيش اجهاد الحمد لله. ما تجهدش نفسك في الملعب صحيح. طول ما الملعب بيطول منك انت اللي بتجهد صحيح. بالعكس انا ان شاء الله احاول اخلص المباراه بدري، وانا اللي ساير المباراه زي ما انا عايز كلاعب وكمدير فني مزبوط. هو ده ان شاء الله النهارده التفكير الاول ان شاء صحيح. الله رب العالمين. الكلام خدنا معلش مع نجومنا الكبار، ولكن في حاجه مهمه جدا 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 كان نفسي اتكلم فيها، خالص العزاء لاسره المرحوم الدكتور مفتي ابراهيم مدرب النادي الاهلي السابق. واللي ما يعرفش الدكتور مفتي، دكتور مفتي من انظف الشخصيات اللي بتتعامل معاهم، من احسن الشخصيات اللي كان الواحد بيتعامل معاهم. دكتور مفتي على المستويين سواء كلاعب
او كمدرب كان مش عايز اقول عبقري، هو كان دكتور في كليه التربيه الرياضيه، ولكن كان متميز جدا 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 في مادته. كان مدرب لينا لسنوات كتير في عهد الكابتن جوهري، وراجل من الرجاله المخلصين جدا جدا جدا، راجل من العباقره في كره القدم، راجل من الناس اللي كانت بتحب النادي الاهلي فعلا باخلاص، وكان بيحب شغله باخلاص، راجل من القلائل اللي ما كانوش بيغلطوا في حد خالص. رحمه الله عليه كابتن او دكتورنا الفاضل دكتور مفتي ابراهيم. كابتن اسامه يمكن كان لينا زمان ذكريات كبيره جدا طبعا. جدا جدا مع الدكتور مفتي طبعا. ومن افضل الناس اللي الواحد اتعامل معاها. طبعا زي ما انت قلت يا ايمن، من الشخصيات المحترمه جدا جدا على المستوى الاخلاقي يعني والانساني، كان ممتاز جدا في بقى العلم بتاعه، واحد من موسوعات كره صحيح. القدم مش بس في مصر، في المنطقه العربيه كلها. مظبوط. يعني هتلاقي ليه الاف الاف مؤلفه من التلاميذ، من الطلبه يعني، في كليات التربيه الرياضيه في مصر، والاف الناس في الوطن العربي وفي افريقيا اللي حاضر لهم ودرس لهم. وطبعا اشتغل فتره في الخليج، ليه برضو لعيبه كتير طلعوا تحت ايديه وكده، غير بقى احنا هنا اشتغلنا معاه في النادي الاهلي، يعني هو كان مدربنا، وايضا في محاضرات ليه في واحنا بندرس في الدراسات بتاعتنا كتير جدا، ادانا محاضرات، كتبه يعني عنده موسوعه من الكتب. اي واحد يعني مهتم بكره القدم، كتب الدكتور مفتي الله يرحمه طبعا. من افضل الكتب اللي تقرا فيها في مجال التدريب طبعا. فهو شخصيه من الشخصيات اللي فعلا محترمه، وفقدناها وربنا يرحمه ويصبر اهله ويلهمهم الصبر. اتفضل. طبعا انا بعتذر لقصه الدكتور مفتي، لان انا من واحد من ولاده، يمكن انا الوحيد اللي اتمرنت مع الدكتور مفتي واحنا صغير في الناشئين. كان قيمه كبيره جدا طبعا، يعني سيبك من العلم وكل حاجه اللي اتكلم عليه اسامه، بتكلم مع شخصيه محترمه جدا، اب اخ، اب تحس ان اخ، وتحس ان بتتعامل معاه رقي جدا. انا بكلمك ايمن على واحد بتعامل معاه سنه 75، يعني قمه الرقي والادب اللي ممكن تخلف في شخص. صحيح. ما اتغيرش خالص شخصيه. هو دكتور مفتي الله يرحمه، بادبه باحترامه لنفسه اولا، احترام الناس كلها، الله يرحمه ويسامحه، وقيمه كبيره جدا جدا جدا، ربنا يرحمه ويسامحه. ايمن كمان الله يرحمه كابتن مفتي كان مدرب مساعد لمستر الدكوتي والكابتن فؤاد شعبان. مظبوط. عايز اقول لك السبع سنوات اللي احنا حققنا فيهم انتصارات كثيره، بطولات دوري وافريقيا، ما حدش جاله شد. ما حدش اتعور. ايوه. وما كانش فيه مدرب احمال سامة زمان، لكن هو عشان كان راجل تربيه رياضيه وراجل مؤهل وراجل يعني عالمي متخصص بصراحه، يعني عشنا معاه اجواء اخ وزميل وشخصيه محترمه. فالبقاء لله، فقدنا فعلا عالم من اعلام الرياضه المصريه. صحيح. وابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. طيب كابتن اسامه، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي؟ زي ما قلت، هو تشكيل بالنسبه للوقت الحالي هو تشكيل نموذجي. قلنا 4 2 3 1 مناسبه، واضاف قعد اليو ديانج رغم. طب كابتن اسامه بعد اذنك ممكن نروح بس لزميلنا محمد توفيق على التليفون، نتعرف منه على اخر اجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني يا حبيبي، الاخبار عندك ايه؟ يعني حضرتك كنت بتتكلم على الاجواء، عاوز اقول لحضرتك في ملعب الاهلي والسلام هنا اكثر من رائعه، اجواء بين اشقاء سواء المريخ السوداني صاحب الارض والضيافه النهارده او النادي الاهلي، اجواء اكثر من رائعه زي ما قلنا، علاقه بين اشقاء، يمكن مجله ادارات الفرقتين موجوده في المنصوره الرئيسيه لملعب الاهلي والسلام، اجواء اكثر من رائعه. لاعبي النادي الاهلي والمريخ السوداني انهوا بالفعل عمليات الاحماء يعني دقائق قليله، ولاعبي الفرقتين هينزلوا ارض الملعب. يمكن طبعا لاعبي النادي الاهلي النهارده كان ابرز الحضور في الاحماء ما قبل المباراه، بيرت تاو ظهر بشكل اكثر من رائع وبدأ المباراه، وكمان محمد هاني يمكن دول اللاعبين اللي كانوا في كلام عن اصابتهم الفتره اللي فاتت، لكن كل اللاعبين ادوا المران بشكل اكثر من رائع. وننتظر ان شاء الله نشوف باذن الله مباراه كبيره ان شاء الله تكون اولى الخطوات من خطوتين متبقيتين لصعود النادي الاهلي باذن الله لدور الثمانيه. اكثر حاجه كابتن ايمن يعني ملفتة للنظر هنا، مع ان المباراه يعني المباراه بدون جمهور، ولكن يقتصر الحضور على 200 فرد من جماهير المريخ السوداني و200 فرد من جمهور النادي الاهلي، لكن العلاقه والشكل العام مباراه بين اشقاء
ان شاء الله تخرج بشكل يليق بالفريقين وان شاء الله يكون 3 نقاط يضافوا لرصيد النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا محمد ونبارك لبعض بعد الماتش باذن الله. شكرا. اتفضل يا كابتن اسامه. انا بقول لك التشكيل المناسب هو جه على حساب انه قعد واحد من ثلاثي وسط الملعب المدافعين اليو ديانج ولاعب حسين الشحات مكانه، فواضح ان حسين الشحات وبيرسيتا وكل واحد يبقى فيهم في طرف من الاطراف. هو حسين بيميل ناحيه اليمين اكتر، واحنا شفنا بيرسيتا كان بيلعب ناحيه اليمين، اعتقد ممكن بيرسيتا يروح شمال، بس هي بيتبادلوها يعني في اثناء الماتش بيتبادلوها. وفي الامام محمد شريف وخلفه مجدي قفشه، تشكيله مناسبه، هيبقى في دور كبير جدا ايضا رغم الرباعي دول هو الهجومي، لكن مش الهجوم مش هيتوقف عليهم بس. علي معلول بطبيعه الحال من اهم الناس اللي بيبقى مؤثرين في الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي. ايضا محمد هاني بالحاله الجيده ليه الفتره اللي فاتت وبنبارك له، سمعت انه مستر كروش هياخده المنتخب زي ما سمعنا. يعني نتمنى ان شاء الله، لانه فعلا عامل حاله كويسه جدا من ساعه اصابه اكرم وانا ابتدى يلعب على طول، فماشي بشكل كويس. برضو محمد هاني بس كابتن اسامه بدون اقطع كلامك معلش، معانا احصائيه المباراه اللي فاتت اللي هي 3-2 النادي الاهلي طبعا هو اللي كسب، الفرص نادي المريخ السوداني 1-4 او 2-3، والاهداف المتوقعه 1-15، الاستحواذ لا هو الاستحواذ هو مكتوب غلط، انتوا عاكسين لان الاستحواذ كان للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان الاستحواذ 61% و 39% للمريخ السوداني، وكانت كل الارقام للنادي الاهلي، ولكن استغل نادي المريخ السوداني بعض الاخطاء وقدر منها يجيب هدفين. هو كمان يعني غير النادي الاهلي فرقه المريخ هو عمل 3 تغييرات النهارده عن ماتش الهلال، ملاعب منجد النيل حارس المرمى مكان محمد مصطفى ديدا، وصلاح الدين النمر بدل توماس بواك، وعماد الصيني كان اطرد ماتش الهلال ملاعب الجازولي نوح، بس الجازولي نوح ده مهاجم وتوني ادجار ماري ده برضو مهاجم، يعني ممكن يلعب 2 قدام او 1 تحت 1 لانه ده جازولي نوح مهاجم 4-4-2 ورمضان عجب يبقى في جنب، وسماني الصاوي اللي هو اختارهم وهدافهم هو اللي جاب فينا الجون الاولاني بالزبط. وهو اللي جاب جون في المريخ، جونين حتى في المريخ في الماتش اللي كسبوه 2-1 فهو من اهم الناس. هو جاب فينا الجول الثاني السماني مش كده الثاني اللي جاب الجول الاولاني، جاب الجون الثاني وجاب في المريخ السوداني، وهو مهاجم خطر، هو مهاجم خطر بيجي من الطرف في الهلال بيجي من الطرف ويخش للعمق وبيلعب برجله الشمال كويس فمهاجم كويس يعني. فهو ممكن يلعبوا 4-4-2 وجازولي نوح وتوني ماري ده يبقوا الاثنين قدام بس 1 تحت 1 يبقى ممكن برضو تتقلب ل 4-5-1 احيانا. وبرضو في فكره بس انا ما اعتقد ان هم ما بيلعبوهاش، بس مش عارف هل ممكن ولا لا، لانه لاعب صلاح الدين النمر ممكن يلعبوا 3 في العمق 3 ويلعب 3-5-2 ممكن يعني احتمال، بس دي مش اكيد لان هو بيلعب على طول 4 فيها مخاطره. لا بقول لك 3 يلعب 3 في العمق 3 ورا على لاعب صلاح الدين نمر مع مصطفى كرشوم وحمزه داوود مصطفى كرشوم وحمزه داوود كانوا بيلعبوا سر دباك ايه القلب مظبوط، وصلاح الدين نمر برده كده، فهل بقى هيلعب 3 الله اعلم، بس هو في معظم الماتشات لعب 4-3-3 او 4-4-2 فهو بس مزود الجازولي نوح اللي هو المهاجم مكان عماد الصيني اللي هو المدافع وسط المدافع اللي اطرد ماتش الهلال، فعشان كده ممكن يكونوا هو وتوني يلعبوا قدام بس واحد هيبقى تحت واحد يعني. فبس اعتقد ان هم برضو حتى لو لعبوا باتنين قدام هيبقى مش ضاغط من البدايه، اتصور كده زي ما علاء قال، انا مش متصور ان هو هيستعجل على المكسب وهياخد وقته، في تحفظ يعني تحفظ حتى لو بيلعب باتنين هو عمره هو دايما اسامة في خلال المباراه عمره ما يكون مستعجل، هو مش عايز استعجال خالص صحيح، هو بالعكس هو عايز طول ما الوقت يعدي في صالحه مظبوط مظبوط. يعني انا يعني ده هو الراي الارجح ان هو بس ليه هو ملاعب الجازولي نوح ما لعبش واحد وسط مدافع، فهي دي برضو يعني تعمل لك يعني شك، ورغم انك انت ممكن تلعب 4-4-2 وتلعب بيها لتحت يعني من نص ملعبك ممكن جدا او من تلتين ملعب احيانا بتعمل كده صحيح، لكن احنا هنشوف طبعا في الملعب هو يعمل ايه بالظبط ايا كان هو يلعب باي شكل، لكن الرباعي المدافعين زي ما كابتن ماهر اتكلم لازم يبقوا واخدين بالهم من السماني الصاوي لانه خطر
وياخدوا بالهم من الجازولي نوح لانه خطر إن شاء بس الله. فربنا يسهل ان شاء طيب الله. كابتن بلال توقعاتك للسيناريو الشوط الاول؟ يعني سيناريو الشوط الاول يعني بالنسبه للفرقتين الاهلي اكيد هو هيبتدي ضغط من بدايه الماتش بيدور على هدف من البدايه عشان خاطر يسهل الماتش عليه. اعتقد المريخ برضو زي ما اتفقنا كلنا ان هو هينزل هيقفل في نص ملعبه وهيلعب على هجمه مرتده سريعه، يحاول يستغل تمام التقدم بتاع محمد هاني والتقدم بتاع علي معلول في بعض الاوقات. فمطالب من حمدي فتحي والسوليه النهارده عليهم ادوار دفاعيه مهمه جدا في التغطيات ورا الاثنين الباكين بتوعنا، مهمه جدا جدا جدا. الماتش اللي فات كانت من ماتش المريخ يعني من الماتشات اللي شفتها التركيز بتاع الميدفيلدرز بتوع النادي الاهلي ما كانش موجود للاسف الشديد، يعني كانت كل الكرات العكسيه رايحه لفرقه المريخ، عندهم خطوره كبيره جدا من اطراف الملعب وخصوصا من نص الملعب او من نص الملعب كمان مش يعني ما بتتكلمش من مساحه من عند ال 18 بتاعنا، لا ده من نص ملعب النادي الاهلي. فالنهارده مطلوب تركيز شديد جدا من السوليه وحمدي فتحي. ممكن يبقى نختلف او نتفق على مين يكون موجود، فتحي ولا ديانج السوليه ولا فتحي، لكن خلاص هو ده التشكيل اللي موجود، فبالتالي احنا مسلمين بالتشكيل ده بالتوفيق لكل اللعيبه في الملعب. مطالب من فرقه النادي الاهلي النهارده انك تضغط في البدايه. الفرقه الفرقيه بشكل عام لما بتضغط على المدافعين بتوعهم بيغلطوا كتير، صح؟ عندهم مشاكل في التمركز كبيره جدا جدا، لو قدرت تستغلها في الشوط الاول وتحافظ على المكسب بتاعك اعتقد المباراه هتتسهل على النادي الاهلي. مش عايزين نعمل زي المباراه اللي فاتت هدفين فنسيب الماتش فنبتدي نقول خلاص المباراه خلصت، لا، المباراه ما بتخلصش غير مع صفاره الحكم. احنا بعد 2-0 2-2 وقدرنا ان احنا نرجع في الماتش مره ثانيه. صحيح ان شاء الله. كابتن ماهر اخيرا شوف اهداف الشوط الاول ان شاء الله النادي الاهلي. احنا نتمنى باذن الله يعني فعلا لو مستر موسيماني من ضمن الخطه والتشكيله والاستراتيجيه ان احنا نضغط من البدايه زي ما الكباتن قالوا، عندنا ما شاء الله مفاتيح لعب كتير جدا نقدر نجيب جول في اول تلت ساعه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء ان شاء الله ان شاء الله عندنا هدف بدري ان شاء الله. مين؟ اكيد الاهلي طبعا. لا يعني. لمين؟ الاهلي اكيد. لا ما انا عارف الاهلي، بقول لك مين يعني؟ مين يعني؟ لا مش لازم يعني. مش ما وصلتش للدرجه دي يعني. ما وصلتش للدرجه دي. اقربهم شريف يعني. اقربهم شريف اكيد ان شاء الله. ان شاء الله في اهداف وهو اقربهم شريف ان شاء الله باذن الله. اتمنى يا كابتن ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله اهداف للنادي الاهلي واهداف نقدر نحافظ عليها يا رب ان شاء الله. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الاول والشوط الثاني، تحقيق الفوز باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.